واه 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 مجددا كرام، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تحياتنا لكم اينما كنتم حيثما وجدتم. هكذاك ما عندنا حاجه افيك ام تي سوري، صباح الخير عليكم. اي بيان سور، حاضره معايا المتالقه الكبيره العملاقه سيفو بلي ميدوم زي ميسيو زايده حر. بصح اليوم ما نقدرش ندير هكذا، لازم ندير هكذا. اليوم ندير هكذا زايده، اليوم هكذا. تبك اللي تعجر هذيك سبور ضربوا هكذا. صباح الخير عادي، صباح الخير انتم مشاهدينا وين ما كنتوا، داخل او خارج الوطن. سورتو هاد الاغنيه اللي بدينا بها بيان سور، تفكر في فكرنا في خارج الوطن، هذه هي في خارج الوطن. يبقى حندوزو ساعه ونص كيما لازم الحال، كي العاده والعوايد، لامور لا لو بونور اي فوالا، خلطت لها كاع الشعار تاعي. هذه هي دونك ليومور لامور اي لا بونيمور على سميره مورني، باينه ليومور لامور اي لا بونيمور. انا بديت بلامور، راه برك اكزاكتومون. سينو نقول لكم لا تشوفوا فينا، ان شاء الله تجوزوها معنا كيما لازم الحال. ساعه ونص هي لا خفيفه ظريفه بيان سور. الشعار تاعنا تبسم يا روح السم، هكذاك ما عندنا حاجه، صافي كان بتي سوري غير يا ما تشنف. تبسم وتبسم هكذاك، لازم نبداو لا جوني بسوري باش ما نطلعوا المور. هذه هي لازم، سينو كي العاده والعوايد يكونوا معنا الناس لي بيلي تاع لي ميسيو. هذه هي، ما نكونوش وحدنا. اي بيان سور نبداوها بالحاجه اللي نحبوها بزاف. اكزاكتومون، قبل ما نبداوها بالحاجه اللي نحبوها بزاف واللي عاود جاتنا يعني حلقه جديده، دونك الحين ثاني ناكتيفيو باش نكملوا لي ميسيون باش ناكلوا ونعرفوا واش طيبت لنا. دونك نسلم بزاف بزاف على ليكيب تكنيك، تحياتنا لكم كامل اللي راكم وراء لي كاميرا. نقول لكم بون كوراج، نجوزوا ان شاء الله ايميسيون كيما لازم الحال. سينو في الكوزينه تاعنا بيان سور حاضره لليوم الثاني على التوالي، سيفو بلي ميدامز اي ميسيو، شيف وسيلة صباح الخير. خير نور، تحياتنا. صافا صافا، وانتم بخير؟ لاباس الحمد لله. يا درا يا درا، اليوم مش كاين لا لا حاجة مليحة باينة، قول ما تروحوش باين على الوقفة باينة بلي اليوم حاجة بزاف بنينة. اكزاكتومون، سلام جاري مليك، روحوا الفن وابداع نحبوها والفلاها نهبلوها. انت تحبها باسكو تجيب لك المشاريع على بها، يا مات الاخرين ما جابت لي مشاريع مليحة. لا لا، انت ما راكش تروح عندها باسكو ماكش تشوف بلي حاجة تروح الحاجة اللي تدخل دراهم. يعني كي دير معليش امل، راني هنا امل صباح الخير. لا لا ما قلناش ما ديرش، ديرها في الشابين، ولكن الكادر انا باش نبيعوها بروجي غالي غالي. امل صباح الخير. صباح امل لاباس؟ صباح الخير الحمد لله. كي صبحتي كيما يقولوا الناس تما، كي صبحتي؟ صباح ان بو فاتيكي اجوردي مي صافا. واش راهم جملتكم؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. امل توجور سوريون. اليوم البروجي نقدر ننفيستي مع امل، كي تشوف الكيسان تاعك تحمسي، تفكر نجار، تفكر ميسوني. انا نختار ميسوني، بروجي شباب تاع ميسوني. سينو نروحوا من جهه اللي من هيك الكرونيك اللي ما فهمش فيها بزاف، ولكن الله غالب كاين انتم راكم تشوفوا فينا تفهموا. انسى عرفوا لي تكنيك هاد لي ميطو تاع المحادة جدد دايما نروحوا للبوتي كوان بوتي. دونك اليوم حاضره معنا لا ميك اب ارتست ليندا شاطر. بونجور صباح الخير. بونجور. وتبان شاطره مع الصباح، انا تمتم هكذا في الطريق شي اكتيف بيان سور. صافا مدام لاباس؟ صافا الحمد لله ميرسي. الحمد لله متشرفه اللي راني معاكم. الله يعطيك الخير، مرحبا بك. الموديل صافا، قهوه كاس جو صافا؟ اي اوكي. شوف لي موديل دايما حسب شغل كي بداو الماكياج يرقدوا شغل. هي مليحه لو كان تبدلوا بلاصه روحي تخدمي هنا يا خي، نرقد تما حاله والله غير سيمون غاف ندير ايميسيون تما هنايا. مي سينو والله العظيم ما ندير والو، تقعد قاعد هكذا. الخطره الجايه نجيبو كاش باربر. لا لا دوك نجيب، عندي صاحبي نجيبوه يحفف لي ديجا هذيك، يعني مغوفل مغوفل مع هاد الكوبا الوعره هذه. دونك اسمع والله غير صح، فيها خير فيها خير. دوك نبداوها بالكوزينه ونروحوا جاك معاك. طولت شاف وسيله، شوف وسيله يا درا صباح، راني نشوف البيض، راني نشوف هما غير الحاجه الصحيه. اوه زبده البنان. سكت برك سكت برك، واش راكي؟ صافا هما راتك واضحه. صافا الحمد لله. شوف وسيله مرحبا بكم كوغي فوا، واعطينا واش كاين اليوم. صباح الوغ، اليوم عندنا دو روسيت ثاني تاع ابتداج، عندنا سموتي تاع الفواكه. سموتي مليح فوالا، عندنا البنان، عندنا النكتارين والزوديه. لا لا المشماش شاد روحو، عندنا الحليب لي غلاصون والعسل. هذاك هو الصح، اللي ما يحبش يدير العسل يدير السكر. اكزاكت، بصح هي العسل خير، جو بريفير انايا. فوالا، وعندنا هنايا اومليت وشامبينيون بلي زوليف نواغ ثاني. تاع اومليت اللي يعرفوا ياكلوا ما سمح والله غير اللي يعرف يسقوا ما سمح. هذا الاومليت تقعد في طابله فوالا سي فغي، يجيبوا له بلاطو. انا نقدر يطار اسمها امبوسيبل نقدر نريح في طابله. تعلق اللي تحب ولاد الدجاج شامبيون. وين هذا ولا شفت الفريجيدار راني شامبيون. الو عندنا لي زو تاعنا، عندنا لو شامبينيون، عندنا فرومون جرابي، لي زوليف نوار اللي نحينا لهم العظم تاعهم، وعندنا شويه بصل. علاش؟ باسكو باش تعرفوا الا حبيتوا يطيب لكم مليح لي شامبينيون تاعكم يفوا توجور لي سيزيغ مع البصل. داكور، سينو يقعدوا كيما يقولوا يغزغزوا، شفت كي تاكلهم يجينيو فوالا يوليو بلاستيك. لازم توجور تقليهم مع شويه تاع البصل وبيان سور الفل الكحل والملح. مليح مليح. دونك باش اسوي فيها نبداو قبل بسموتي. عاوي فيها شويه قربع، لازم نديروا شويه حس. هادي ما صبح لكم ما تحش الحس في الكوزينه، ما تحش روحك. لازم 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 نجيبو. الوغ نبداو بالبنان سي سون كيما نحبو، سي با زان بروبليم. راح نديرو هيا شويه بنان
نديرو شويه تاع النكتارين. بون هنا ثاني الفواكه اللي عندهم يقدروا يديروها، اون بلوس يتخلطوا براتيكمون كامل يعني ماشي مشكل كامل. اون بلوس تعرف انا درت الفواكه اللي يحبوها الدراري ثاني. وي وي سورتو كي بروتي ديجني اكزاكتوم فوالا تي ديجني سي لي زونفون بوكو بلوس لي عباك الكبار يعلموا صغار ياخذوا بتي ديجني بصح هما ما ياخذوش بتي ديجني الكبار. وي يا خاله تي ليجونس تاعنا حنا لا داكور ما نكثروش وراح نديروا لي غلاسون نرحيوهم معاهم لي غلاسون لازم هما الصح برودة برودة فوالا ونديرو بيان سور العسل. قلت لكم بعد هذيك ذوقوا الا ماشي حلو زيدوا له شويه. وهي دو بريفيرونس ماشي حاجه حلوه بزاف. وي انا جو بريفير لي جو ما يكونوش حلوين بزاف عادي. اباك ميم القهوه يقول لك ما ديرش السكر فيها باش تقاردي هي مليحه تشربها بلا سكر القهوه. اكزاكتو انا نشربها بلا سكر قاردي البنه تاعها اكزاكتومون صح. الوغ بسم الله قرد ميم لا فيو شابا كولور كي تشوفهم يتخبطوا هكذاش وتصرح مليح. دونك هذا سابخون يا ربي 5 مينوت هاك ريغليت الحكايه. وي بون زعما تقشر شويه بكري هذا ما كان فوالا. دونك هادو فاش ملاح في الصيف ملاح اون ميم طون ميم في وقت القرايه يديو لي زونفون صباح يسقاوو بها في الطوموبيل سا سخي بيان. دونك شاف حنا نخليوك تكملي لا روسيت من بعد نشوف لنا لوملات هذيك ومن بعد ثاني الفطور. انا الفطور انا اليوم مأكد على الفطور انا يادرا يادرا عليك صحة مرحبا يسلمك بكري بصح رجعت بكري اليوم عاد كيفاش؟ رجعت بكري هاني جاي اني نجي جيعان علاه؟ ماش طيب لي العشاء ماش طيب لي العشاء في الدار يدير الله كراف دونك سكي فيك غرف دو فان تكون في الدار نورمال صح معليش سلامت راسك سلامت راسك معليش اش حبيت نقول لك نروح نديرو سبور وصافي نروح نديرو سبور هذا ما كان دونك اشاك فوا كالعاده والعوايد مون لو بتي داج لازم دائما دوكم لا سال دو سبور باش تحركوا شويه انتم راكم في الدار يلا زغدوا شويه ماشي غير شغل شغل شغل. وعندي سؤال قبل ما نروحوا برك علاش المراه كي تزعف مع راجلها ما تطيبلوش العشاء؟ باسكو هذاك هو المومون اللي زعما كيفاش يقولوا تنحي الغزال تاعها ابعد سبور طيب فوق قلبها ابعد خليني ندير سبور. السلام عليكم ليكيب ومرحبا بكم. كما شفتوا في الحلقات اللي فاتوا خدمنا بلوزيور ميسك، اليوم ان شاء الله جينا باش نزيدوا نخدموا نزيدوا نفيدوكم الماكسيموم ديالنا. اليوم ان شاء الله نخدموا لودو تاعنا، راح نعطوكم لي 3 اكزرسيس تاعنا باش تسيو تخدموا لودو تاعكم في الدار. الناس اللي توجو نفكروا الناس اللي ما تقدرش تحبط لا سال دو سبور، الناس اللي تعجز، جبنا لكم 3 اكزرسيس اللي راح تفيدكم باش تخدموا الظهر تاعكم. جوست نسحقوا ارتير، قادرين نسحقوا هذا البون كيما قادرين نانيوليوه. دوك نوري لكم كي يكون اللي عنده هذا البون يوتيليزي هكذا. عندي جونب هنا نحط جونو تاعي يدي وهذه الجونب تقعد فليشيا نيتيري يدي هنا بيان وظهري يكون دروا. عندي 3 بوين هنا جون فليشي فيسي نخرجو بيان لومبير تاعي داخل بواترين خارجه. نحكم الارتير هنا اوب نجبدها لانش تاعي نعاود نيتيري لقدام بيان اوب نيتيري اوب كيما قادر نانيلي هذا النحي كومبلي جوست نشد هنا ونخدم اي دو تسمك بلا هذا ولا به قادر نخدم هذا الاكزرسيس قادر نشد قرعامه ونخدم بها بلاس لارتير هذه هنا اوب لو فات كو نيتيري بيان قدام ونجبد بيان لونش تاعي ما نجبدش لصدري الفوق هنايا نو هنا اوب. دوزيام اكزرسيس نسيليكسيوني لي ترابيز نحكم دي زارتير تاعي هنا نوقف دروا لي جونب شويه فليشي توجور باش ما نطيحش بريسيون على لي جونو. انا الوقفه تاعي تكون دروا نخرج شويه فيسي باش نليبيري لومبير تاعي هنا اوب نطلع ونريزيسي 1 2 نعاود نلاشي نطلع لي زيبول 1 اي 2 نعاود نلاشي ما نطلعش يديا نو يديا يقعدوا دروا جوست نطلع لي زيبول ديالي برك هنا ونحسب هنا اوب 1 اي 2 اي 3 هنا لازم نريزيسي باش العضله تاعنا تخدم خير وخير باسكو هنا 1 2 3 رابيد ماني ندير والو لازم هنا 1 2 3 نحضر اوب 1 اي 2 اي 3 1 2 3 اي بور لو ترويزيام اكزرسيس والداني اكزرسيس نشد الارتير تاعي هنايا ما بين صدري نغلق بيديا كيما قلنا ارتير ولا قرعامه واش ندير هنا باش نخدم لومبير
الو رجليه توجور نيفو دي زيبول نحبط هنا نديري بيان لومبير اوب اونطلا 1 اي 2 كيما شو معنا هذا الاكزرسيس والناس سيليكسيوني لو دو لومبير تاعنا وهذا سي طري 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 امبورطون للناس باسكو بزاف كاين الناس يدو لي بليسير فيه الو لازم ترونفورسيه اسوا كي تحبط لاصال ولا في الدار بهذا الاكزرسيس وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا واستناونا في حلقه جديده مع شرح جديد ان شاء الله. اي با فوالا كانت هذه لا روبريك سبور عادل مسكين عيا تالمون ديالها بزاف عادل صافا عطيك الماء ما درتش الرياضه اباك والله غير سي فري كون نلعب اون فوا بار سيمان فوت ولكن ما نقدرش ندير سبور هكا في صاله ولا زعما وكي تلعب مات زعما كيفاش دير زعما صار عليك سقسي سقسي اللي يخدموا معنا كانوا لي زاكس كولاك تاعنا سقسيهم كيفاش هنا في الملعب سقسي هنا في الملعب كيفاش اسكو زاك دير هذوك الحركات الاكروباتيه يا جماعه واحد نهار حكموني بواحد التصويره كاش نهار نبارطاجيوها معاكم ما بايش كيفاش حكموني بها ولكن ما فهمناش اداره ورايح ولا كنت جاي كنت نبان ندير كلش ابا نلعب بالون يعني شغل حركه هيستيريه هذيك لا فوتو دارت حالها هذه سينو اون اونشان زاهده من الرياضه نروحوا ديريكتومون الامل ايت عيسى دونك فن وابداع نروحوا نشوفوا يا درا البروجي يا درا اليوم زعما كي كاين الكيسه ونروح اليوم غدا نروح معليش معليش شوفي الحاجه المليحه سي كنولي نشريهم انا باش نعرفوا يتباعوا الكرو ونجيب الكرو امل اباك وماشي غاليه بزاف وي بيان سور هذا هو البرانسيب اكزاكتومون راه البرانسيب نشري حاجه بازيك حاجه ماشي غاليه بزاف باش نعطي لها نوفيل شانس نوفيل ديكوراسيون وتبدعي فيها وحساب واش نحب انا باسكو تكون هكا سامب نقدر نخدم فيها جو سوي با اوبليجي دو سويفر ان ديسان وي وي دونك هضره واش عندنا اليوم دونك راح ندير لي فيغاتي كيف كيف دونك سافا ايت هكذا دي فيغاتي راهم كتشوف هكا اه دونك ميم هذا يصبغ تاعي مع لي سوتاس ديالو بيان سور مصبوغين دونك ايزيتي ترونسبارون يبانو زوريجين ودرنا لهم اون كولور دونك هاد المرة درنا ان ديسان من بعد لو ديسان هذا بدينا نديرو لو غومبليساج دي كولور دونك نديرو ان تي ديسان دونك لي ما تعرفش ترسم ماما لوفي ديريكتومون توجور نرسم فوق ان بو دو بابي كان انا كنت اونتخ تون كنت نرسم اهلا باري امل جامي قعدتي قاعده هكذا قاعده هكذا راني نرسم راني ندوز الوقت لو تون الوقت سافا ويجوز مليح نو سي تري بيان سافا سا سباس بيان لا بروف راني نخدم ها هيا سافا دونك فوالا انا ندير الرسم ديالي هكذايا دونك لي ما تعرفش ترسم تحط الداخل هكذا الرسمه تاعها وتعاود من ديرها على الانتيريور لو فيت كو سي ترونسبارون في حاجه المليحه كي يكون ترونسبارون نقدر نلصقها بيان سور بسكوتش وهكذا يا ديريكتومون بلو سيرن فيتريا 160 درجه لوغ لا جام اللي راح نستعملها اليوم هي لا فيتريا بي بي او 160 درجه هي مكتوبه فيتريا 160 درجه دونك هادي هي راح تدخل في الفوخ دونك راح نطيبها باش هكاك نقدر نستعملها من بعد دونك شنو هي لا فيتريا C'est une peinture à base d'eau, toujours, alimentaire, donc, et à chaud. À chaud, c'est le four ménager. صافي بليزير والسؤال مطرح مين عندي سؤال باردون اي روحك اسكو زعما هذاك الزجاج ما يترتقش شنو ما يصرى له والو ما يصرى له والو دوك على باز الزجاج يخرج من النار اه وي ما يصرى له والو واش اللي يترتق اللي يخليه يترتق سي لو شونجمون هذا دو شو فخوا كتعاود ديرو في الماء بارد ديريكت لا لا دوك كي نخرجها انا ديجا كي نطيبو نخليه في الفوق حتى يبرد داكو. حتى يبردوا باش نجبدهم بوغ با افوار هاد لو شوك تيرميك من الشو او فخوا صح وسؤال واحد اخر اسكو تتنحى تمتم هاد لو ديسان باسكو الناس كي احنا ما يغسلوش الماعن احنا يحكوا الماعن اه نو هذا ما يتنحاش نو عندها تخي تخي بون تونيو ميم في لافيسيل
دونك تروح جوسكا لا فيسا دونك تو تي مونسيوني هنايا مكتوب عندهم هنا دون ان بيتي توندوا وين سي مونسيوني يروح ميم لا فيسيل دونك سا با عندها تري بون توني برك واحد لازم يتبع فريمون كاع لي كاين حاجه قلتيها امل اللي كي امبورطون يا جماعه ماشي غير في في في, في هذه المنتوجات هذوما وراي الكاميرا تاعي برك حبيت نهضر مع الناس يا جماعه برك تعلموا تقراوا واش كاين في الكرتون سي امبورطون في كامل يعني الحوايج اللي تشريوهم سي امبورطون تقراو واش كاين في الكارتون باسكو دي فوا دي ديتاي صغار راح يفهموكم بلي هاد البرودوي تقدروا تستعملوه اي او ميم طون كيما قلتي لا فيسال العفسه ما تعرفهاش وكان ما يقولوها لكش ولا ما تقراهاش هاي ليك فليبو فليبو هاملك محطوطين كاريمون هاملك اباز دو اي سابليك ديراكتومون او بانسو يروح لا فيسال راح الفور 40 مينوت دو كويسون ويروح لا فيسال وهادو ما يتبيريما امال عندك لا دات تاع النهار اللي يدخل بصح نقول لك تبيريما وكيبداو ينشفوا وهكذاك ميم كيبداو ينشف شويه لو برودوي عنده الديليون ديالو دونك ما نروحش ندير الماء مالغري كاين فيه الماء انا ما نديرلوش الماء باسكو سا با ابوفرير شويه جون لي ضعف لا كولور في لا كولور سورتو في لا ماتيير هادي دونك ما تشدش مليح من بعد دونك دو بريفيرونس واحد كي شي لا غام فيتريا يشري ديليون ديالو 160 دار 160 درجه بيان سور ولازم يغلق بون يغلق وي بيان سور باسكو هكذا يفز دو نورمال كيما نخلوهمش هذا الى اباز دو شويه كيكون اباز دو سولفون هذا تاع فيتريا ولا اباز دو سولفون سي فوالا سا سي فابور بلو فيت مي اباز دو سافا يا بيان مي كوم ميم لازم واحد كي يخدم يعاود يغلق باش ما يفسدش ما يفسدش وما يطيحلوش فوالا اسكو يغارديهم une chaleur ambiante ou là لازم في الفريجيدير ولا non normal chaleur ambiante voilà mais سخانه بزاف وماشي انا ما حطوش فريج داخل مي سا ان تري تري بون تونيو عندي ديبو وين شدو 10 ans وفي او ميم طون ثاني نشوف هاد لا طابل هادي كي الو عندنا ان تور هي سا سي با لو تور بروفيسيونيل بصح لو تور بروفيسيونيل ثاني تصيبوه في محلات تكنو وين عندكم دي تور باش نقدر نخدم بهم وندير فريزاج باش تقلب وكذا الفينيسيون ديالي باش يكون عندي ان بو ديغرادي ولا ممكن تحب تدور تحط البانسو تدور ديريكت تحط البانسو بو افوار بليتو لو بانسو كيما نحط السيرم تاعي وندير توجور مي تري ولا مي ديسان كي نحب ندير دي تري دروا دونك فوالا دونك لو بو عندكم في البو هاي ليك هكذا عندكم لي سيرم ديالو 160 درجه دونك لي سيرم تاعو وعندنا ميم راكو تشوفوا تلاحظوا دي فوتر دونك اللي ما يعرفش ثاني يقدر يخدم بلي فوتر 160 درجه دونك كيف كيف سي لا ميم غام برك عندكم فيها لا بريونت وفيها لا ديبولي نشوفوا اليوم بريونت اي بلوتار ان شاء الله كل واحد يشوف يعني الموديل اللي يساعده وماذا كاين كلش يعني غير اللي ما حبش يخدم الاخر بعد ما نديروا بون كوراج امل غادي نوليو لك باش نشوفوا يعني المشروع وين راح يلحق ان شاء الله يعطيك الصحه انا عجبني هذا المشروع باسكو سي اون تري بون ايدي للناس واش نزيد نشريو كيسان قبل ما نخدموا فيهم حنا دوكا مانيش حنخدم معاك الكيسان للناس اللي راهم يشوفوا فينا بالك اون ايدي بور دي كادو مع العرس اللي راهم دوكا سي موسم العرس تشريو هكذاك برك لا لا فوالا زعما ولا اللي تشري اسمحي لي زهيده اسمحي لي اللي تشري هكذا سيرفيس يعني حطبه ديروا ايفور شريو تعلموا شويه ديسيني اوموا حويجه خفيفه وبعتوه ان تخيك بيرسوناليزي اللي يبقى باسكو سورتو حنا نسا نحبوا عفايس هكذا حاجات مخدومين سبيسيالمون لينا دونك ما نحبوش عفسه ستوندار وتخليها لكم كوم سوفنير فوالا نسا تعرفوا غير تحبوا هاد العفايس حنا نموت على لا لا امل اون ادور سا وانتم تشرو هذه معليش يقول لك حنا ما نديرو والو معليش سي با غرام مشاهدينا الكرام نروحوا ديريكت دوكا من عند امل ايت عيسى ديريكت لا روبريك بوتي اللي تقدر تفهمها غير زايده وانتم خلاص ما انت كنت جيت انا تروحي انت السلام باي باي زايده صح ليندا واش راكي؟ صافا الحمد لله عايشك ولا غير صافا الحمد لله الحمد لله قلت لك بلي حترقد جوستومون ما كنتش غلطه رقدت ابارامون نوضناها بكري ابارامون يا درا دونك ليندا اللي مش راح ديري لنا يا درا بون جو في فيغ ان ليجي انفان انتخ لي ليجي ني ليجي ني لوغ كيما يقولوا نص 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 فوالا بوغ انفيتي او بيان يعني كي تكون ماغي تحب حاجه سامبل البو الماتر زعما حاجه كيما نقولوا بريزونتا فوالا سي سا Exactement. Très bien. Où voilà. Oui. Choisirez les couleurs, Yadra? Je vais faire un petit mélange. Maintenant, je n'aime pas dire trop de couleurs, voilà. D'accord. Je vais garder parce que, alhamdoulilah, yani la, la يعني الي بيل كوم ميم oui, يعني شارمون بو فيزاج لا يبان فوالا عندها بو فيزاج جوستومون فرحت عاد فرحت
فوالا سي سا نسيت نخلي الجمال الطبيعي ما تبدليلهاش لي تخي باسكو انا طوندونس نشوفو باللي كاين دي ميك اب ارتست كي تروحي عندها بوتش تخرجي بوتش واحد اخر اون ديغي با لا ميم بيرسون سي سا نو انا هاد الخطره نو جو في غاردي يعني كيما يقول لك لي تخي تاعها تري بيان سينو وين نلقاوك ليندا لو سالون تاعك سو لي ريزو شويه برج البحري بريز مارين سالون سي شاتير ليندا سالون دو ليندا Voilà. Ok, ou les réseaux sociaux j'ai un Instagram, c'est mon nom, Chaterlinda. Voilà. D'accord, ouais. Très bien, très bien. Okay. Bon, je préfère le bleu l'aïnine d'abord. Après, le, bon, d'après Dana, déjà, j'ai déjà fait le tartib et tout. Donc, un bleu l'aïnine. T'attaques l'aïnine. Ah oui, okay. Très bien. Khalas, malin, khalou que tu bdeilles. Ok, merci. Je vous donne le bleu l'aïnine. À toutes. Bon courage. Merci, Aïchek. عادل اسكو تعرف بلي مانيش نطول بيان سور كي محيرتني ايه باسكو لا لا بصح ما الماكياج ما يديروا فيه يعني ماكياج خفيف اللي يساعد المراه رابيدمون باسكو كي دير ماكياج تاع عروسه احتري حسمان وانتم ما تقصروش تما وعلاش هادي وعلاش هادي مي اون توكا بون كوراج مدام ميرسي عادل ان شاء الله هادي فوالا خفيف ظريف باش ما نطولوش عليكم ان شاء الله دوك لازم نعاود نجيب شويه رجال اللي يديروا لنا يوجدوا لنا دي تريك هكذا ثاني وشنو زعما ابار لي كاين كاين نيتواياج دو بو حنا نديروا نيتواياج دو بو كاين امور يعني راهم يعاونوا دوكا سورتو عباك انا مع الماكياج ومع الضواوي وقدامنا لابو تاعي راهي كيره سي فغي نيتواياج دو بو ماشي مديور غير للنساء ميم الرجال يقدروا كاين انا لي بوان نوار وي وي دونك باش ينحيوا لي بوان نوار سورتو انتوما كي الرجال شغل نيتواياج دو بو ديروا خطره في كما يقولوا خطره في الغره دونك لازم لكم لازم لك لا ميزاج زايد شغل لاباك حكم منظمه النساء شغل نتوما رجال زعما حنا فينا غير ديفوات ماشي فيكم غير ديفوات وحنا نحبوا الكيسان فيهم وكدا ما فيكمش غير ديفوات مي حنا النساء اوني بلو نتبعوا لي ديتاي بلوس كنتوما اسكو على بالك باللي الرجال هما الصح كيفاش؟ الرجال هما الصح هذا يكمل هذا امبوسيبل ما تقوليش شكون هذا صح هذا ما يكملش المراه تكمل الراجل والراجل يكمل المراه واش الراجل هو الصح مام المراه هي الصح المرأة هي الصح على بالنا عندها دراري عندها أموراتها عندها راجلها بصح الراجل هو الصح أمام المرأة هي الصح وشكرا سينو دوك نكملوا الإيميسيون كان كانت تقولها هكذا أمال شكون هما جدي الله يرحمه هكذا تقول له زعما نسى هكذا رجل يخبط رجل وسطاب سمعت أمل واش قالت لك أمل الفام اي باين راح تقولي لي لي زوم ديجا لا فام سي لو بيلي دو لا ميزون امبوسيبل اكو حابين ندخلكم بها التكنيسيا رجال اكو حابين ايا روحوا لي تكنيسيا كاع روحوا كل واحد يحط كاميرا ويروح للدار ايا روح الكينغ خلاص كاع ايا روك يشوفوا نساء ومساء الرياليزاتور المخرج راح خويا للدار ديجا هاي لك مرة مقابلة خليها بكاميرا اقعدي تهضري مع بودكاست هنايا ماشي ايميسيون سينو موجود هنا كرام حنا نوليو شويه سيريو ونوليو لا روبريك تاعنا اللي نحطوا روحنا فيها شويه باش نقصروا باش نعرفوا دي سوجي اللي يهمونا ويهموكم ودوك ديجا تقول لا اسكو المراه هي صح ولا الراجل تقول المراه هي صح نخرج من بلاصه والله ما صح نولي بارتي دوزيام والله ما صح دونك لحقنا ديريكتومون لا روبريك سونتي ا شاك فوا اون بارتاج معكم دي سوجي اللي يهموكم انتوما ما حنا رانا نتعلموها انتوما صح انتوما صح يلا روبريك سونتي خليني نضحك ما قدرتش نحبسها واش الكلام لا غالبا ديال زايده حر اي بيان سور حاضره معنا انا صابرين انا نضحك باسكو جات حتى لا فما كاش دكتور صابرين ولي كان اللي كيما شاك فوا تجينا بالحضور تاعك تي تجي لا فوا ما تجيش مي معليش كيفاش صافا اليوم صافا خير من الدرنيير خير من الدرنيير كنت باين تغني شعبي كنت باين تغني شعبي صافا قلبتها مرحبا صافا صابرين الحمد لله الحمد لله وانتم على Ça va, ça va très bien, alhamdoulilah. La forme, du coup avec l'info du jour, on va parler de le frein de la langue. Exactement. Allez, tu as fait un frein de la langue. Donc Sabrina qui dit le frein de la langue ou les jambes, les seins. Les jambes, les seins. Les seins, les seins. Les seins ou là, tout simplement, les seins marbots. Est-ce que, سؤال تاع الاولاني, est-ce que les jambes, les seins, c'est les mains de couche tem-tem ou les tcalf la hadara ou là, j'ai pas compris. Là, là, c'est une malformation. C'est une malformation. D'accord. C'est une malformation. Yani, houa, machi tachouah, bsah, homme, yani, il y a tarda ou l'idha. Donc, qui tarda ou l'idha, elle va remarquer, ou l'idha, yib ki daimen. Ou qui tarouh l'fahs tibé routini, mais il fait fil wazn, ou là, il stakir fil wazn. Voilà. C'est ma ykberch. Ma ykberch. Mais voilà, il va pas grandir par rapport au poids. Ou yibki. Ou علاش على خاطر قلنا في عملية الرضاعة لسان عنده دور 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 تاعو وهو جوستومون باش يجبد مليح الحليب. دونك هذا هو يعني لوبستاكل اللي راح يكون.
دونك هذا كيكون حديث الولاده. وكي يكبر شويه هو رايح لو سوغيغ تاعو ما نشوفوهش مليح، ويبان يعني يبان لسانه ما يخرجوش، ما يخرجش تحت الشفه. نقولوا للناس اللي تشوف هنا انه انا نهضروا على هذاك الخيط اللي يجي تحت اللسان هذاك. رانا نشوفوا ليزيماج بارل ديل ميم، يعني ما نقدروش الام تقدر تشوفوا سورتو كي يبكي لسانه يقعد لاصق ماشي حدود باش فوالا ماشي لسان باسكو اللي يبغى لسانه ما يطلعش يعطيك صحه ما يتحركش ما يطلعش فوق مع لو بالي سي بو سا بروبليم مع الرا مع يعطيك صحه كي يكبروا جوستمون بارابور على لا كيستيون اللي قلتوا لي الاعراض يعني نشوفوها ا تو لي زاج يعني كي ما فيقولوش مع الاول وكي يكون مع الرضاعه كي يكبر شويه مع السنان يكونوا معوجين شويه لو سوغير ما يضحكش كوريكتومون وكي يبدا يهضر النطق تاعو يكون يعني نشوفوا هناك يعني دي ديفو في اللونغاج سورتو كاين سيغتان الحروف اللي في التا في الثا في الرا في الزين في اللام وين اللسان يزغد ملاح فوالا وين اللسان لازم يزغد باش بوغ بيان برونونسي هاد الحروف هاد الحرف ميم كاسون اون فرونسي لو ار تانيت لو اف ولا بالعربيه الرا واللام. ودكتور اسكو باسكو كان يديروا عمليه جراحيه سي صا باش يعني اللجوء هي اللجوء الى العمليه الجراحيه اذا كان هذا اللجام يعني الكغات تاعو الحد تاعو حد وين ما يقدرش يستر عليه وما يقدرش يهضر مليح وديجا من قبل كي كان صغير ما يرضعش مليح دونك ماهوش يكبر مليح وكي يكبر كي جيني في لا دونتيسيون علاش باسكو الرباط هذاك راح يدخل في اللثه السفليه دونك لو ديفلوبمون دي دون التحتانيين يكون عندهم فجوه يعني لي دون يكونوا معوجين دونك اوني اوبليجي نديرو عمليه جراحيه مع الاول يعني ايديالمون كي يكون بيبي كي يكون حديث الولاده او كابيني يعني غير بالمقص نقطعوا هذاك النسيج وعلاش باسكو هذاك النسيج ما عندوش ديتيرمينيزون نيرفوز سي با دولورو وما يسيلش بالدم يعني قطره زوج وخلاص وتمتم الام ترضعوا لو بلو نورمالمون دو مون يبان ولسانو يقعد يبدا يدار كي يكون صغير سي سا ليديال كي يقولوا كي يكبر سي او بلوك اوبيراتوار على خاطر النسيج هذاك يكبر ويتطور يولي اللحمه يولي يحس ويولي شغل ان تيشي وين في بارتي دو لا لونغ كاين اللي يخليهم دكتور يقول لك سي لو شارم تاع وليدي ولا تاع بنتي كيكون فوالا بصح كيكون النطق فريمون النطق كيما قلنا النطق والنمو لا ماشوار النمو الاسواق معناتها سي دي دوغري ثاني كاين دي خفاف وكاين دي على بها ليديال يعني التشخيص المبكر حنا توجور ننصحوا التشخيص المبكر مع الاول لازم الطبيب اللي عند الولاده عند في كي نزاد الطفل نشوفوه نفليو الطفل هذاك باش نشوفوا توت لي مالفورماسيون اللي نقدروا نداويهم ديال ديبي وعلاش باسكو الدواء تاعهم يكون ساهل كي يكون صغير خير ملي كيكبر واللجوء الى عمليات جراحيه بلو كومبليكي سينو التشخيص يندر اسمها سوا في لوبيتال ولا في في العياده وفي العياده في الفحص الروتيني تاع السمانه الاولى مع لا فاكسيناسيون دائما يفوا افوار لي ريفلكس هادوما دالي فيريفي وبيان سور علاش نوزنوا لو بيبي باش نشوفوا وراه لو بروبليم كيما قلت الرضاعه اللسان عنده دور في الرضاعه وكي الام تجيك وتقول لك يعني حنا كاين استشارات تاع الرضاعه دركا المستشارات في الرضاعه كي الام مسكينه تكون عندها السطر في الثدي تاعها الثدي تاعها يتعمر الوغ كو لو بيبي سوا ديزون راهو يرضع مي ماهوش يرضع دي كونتيتي اللي لازم ليه دونك في هذاك الوقت لازم نشوفوا ونقولوا بلي اسكو كاين مشكل مع اللسان المربوط دونك هذه هي لافو دو جور ميرسي بوكو بور لو بارتاج قبل ما نروحوا حبيت نسك انا بار كونت اون كيسيون ما عندهاش علاقه بالسوجي يعني في لو بيبي من 6 موا الفاكسان سي 6 موا الاخراني حتى 11 موا 11 موا تاع لوغور تاع لاغول دونك 6 موا 11 موا ما كاش فاكسان كاين فيتامين دي قبل 6 موا عندنا 4 موا لا فيتامين دي نشربوها لا من بعد نحبيت 6 موا سي لا فيتامين دي صح دونك من 6 موا خلاص ما عندنا 11 موا لو كان البيبي هذاك ما نقولوا ما يمرضش بزاف ولا اسكو لازم نديوه طبيب سوفون باسكو بالك يكونوا كاش حاجات لازم نقدروا نديكوفريهم في هذاك المو يعني الفحص الموسمي لازم يندار باسكو في الفحص الموسمي تاع شهر 3 شهور 5 شهور نورمالمون لي 6 بروميي موا ايديالمون سي شاك بون لي 6 بروميي موا باسكو تروح للفاكسان دونك اوتوماتيكمون ديجا تروح للفاكسان ونروح نشوفوا اسكو راهو يرفد مليح الوزن تاعو دي فوا يا دي تروبل تاع لو سومي الطفل هاو يبكي بزاف اون بو ديكوفري مي لو كان ما نروحوش من 6 موا ل 11 موا ما عندوش ما عندوش يعني معناتها معليش اسكو في هذيك لا بيريود ما يقدرش نديكوفري وكاش حاجات
يعني يقدروا يفوتوا زعما يفوتونا يقدروا يفوتوا باسكو زعما تقدر دير اون فوا بار مو مو يدير اون فيزيت معليش هذيك معليش يعني بصح يعني ما فيها والو اونتر 6 موا اي 12 موا سي ريان دو تو يعني حاجه اللي ديكوفرا يعني الام يعني عندها تلفت النظر تاعها سوا يبكي بزاف كاين نشوفوه كي ننجحوا له لاكوش حاجه ماشي نورمال كي نحوا لاكوش كيما هضرنا ديجا وهضرنا على الفتق نشوفوا هذاك الفتق نشوف كاين حاجات ايفيدونت يبانوا كاين ثاني امساك باغ اكزومبل لا كونستيباسيون ولا اسهال ولا دي بالونمون حاجه تبان كل يوم يتفيريفي فوالا لا ماشي لازم طبيب ماشي لازم طبيب الا الطفل ماهوش يمرض غادي تيستي باش نعرف على بالي راهو يتعلم من الاوز مو اسكو لازم نروح طبيب اوتوماتيك مي ايديالمون لازم نروحوا باش سورتو كي يكون نتفقدوا لا كرواسونس وعلاش عندنا لي تروبل دو لا كرواسونس سي منا اللي نبداو نشوفوا اسكو دي تروبل اسكو كاين دي كورب كاين دي كوب اللي نتبعوهم نشوفوا اسكو راهوك في لا كوب باسكو نقيسوا له البيريمتر كرانيا تاعو الدور تاع الراس عندنا لو بوا يعني الوزن وعندنا القامه سي تري امبورطون ونشوفوا اسكو راهو كيطور نورمالمون اسكو الحليب راهو يكفيه الا ما يكفيش نلجؤوا نزيدوا له ولا نلجؤوا كاريمون لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير نبداو نعطوا له ياكل كيما رانا دركا تري بيان يعطيك الصحه دكتور بارتير دو كامب مو يا بارتي ميرسي بوكو دكتور يعطيك الصحه دونك دكتور ولي كان اللي هي مختصه في راحة الأطفال كابينة ديالك في شراقة دائما شراقة يوم في الريزو سوسيو باش كما تحبي تبوزي اون كيسيون تو ما تهمكم بالك راكم عايشين في هذا السيتواسيون عليكم غير تدخلوا الريزو سوسيو دكتور صابرينا والي كان وخليوا لها لي ميساج وتريبوندي عليهم ان شاء الله اون بو ريبوندغ ا توت لي كيسيون اون اي ميديسان افون تو يعني جراحة الأطفال بصح كاين أمهات اللي عندهم يعني دوتر سوسي يهضروا نوعيهم ونوجهوهم لدوتر سبيسياليتي ميرسي بوكو دكتور دي بارون كيما عادل هكذا نوفو بيرمي يسقسوا على كلشي سي نورمال دونك كاين هنايا لي ميديسان لي سبيسياليست باش يريبونديو على لي كيسيون ديالكم الله يسلم نجي كل يوم لا بتسقسيني سينو مشاهدينا الكرام غاستي برونشي نروحوا فاصل ونواصل في ليميسيون تاعنا النهار اليوم سميره مورني يلا بعد مشاهدينا الكرام عاود لكم في لابارتي الدوزيام تاع ليميسيون تاعنا سميره مورنيك سميره تي في دونك لحقنا للشيف وسيله باش نروحوا لا دوزيام ايتاب تاعنا تاع لا جورني اللي هي نعطيو لكم بروبوزيسيون تاع فطور تقدروا طيبوها اليوم ولا بالك غدوه ولا غدوه مع العشاء مليحه تاع العشاء ثاني اليوم يهضر اكزاكت الوغ فطورنا تاع اليوم راح نديروا دي بول دو فيوند اليتاليان فوالا اكومباني بلي بات بيني فيني فيني نحبوهم الدراري فوالا اي تو الوغ واش عندنا هنا علاش حنا كبار حنا دراري حنا الوغ واش نحتاجو عندنا الطوماط غابي دونك طوماط شري نورمال ماشي تاع نورمال طوماط غابي عندنا هنايا بصل اشي عندنا توم هذا دائما يلعب في بالي فروماج لا لا توم توم هكذاك على راسي وعندنا هنايا شويه بازيليك ناشف حبق ناشف عندنا الرند والزعتره صح عندنا لا طوماط كونسونطري بيان سور شويه برك نسحقوا ان سولوف باش نطموا لي بوله تاعنا اللحم كفت عندنا شويه زبده وعندنا فروماج غابي وزيت الزيتون شوفوا سي عجبتيني في حاجه برك اللحم كفت باقي اللحم كفت يقولوا غير الناس زمان هكا اللحم كفت لازم نقولوا فيون داشي ديريكت وعندنا بيان سور بالنسبه للتوابل ما نسحقوش حاجه كبيره نسحقوا دي بابريكا دو يعني فلفل عكري يكون ماشي حر فلفل الكحل والملح لكن اللي يحب شويه حار على بالك كاين يحبوا يدير شويه بابريكا يكون شويه فور شويه حار هذا ما كان وصفه بزاف سهله خفيفه ظريفه وبيان سور كاين حاجه عادل في الماء تاعي اللي حنغلي فيه هذوك لي بات بيني وزدت فيه الداخل درت شويه تاع الملح زيت الزيتون والرند والزعتر هذه هي لاستيس فوالا اكزاكتومون باش هكذايا ما نقولوا ما يطيبناش صامط يطيب ديجا منكه ومام طون صافي ان غابيل واش راح نديروا لداخل هنايا بارفي فوالا وما تقدر ما تاكلوا بلا لاصوص كي تاكلوا وي بيان سور ديرو غير شي فروماج غابي تقدر تاكلوا اكزاكت يعطيك الصحه شاف سما رايحين ايميسيون تاع دوكان اكتيفي باش ناكلوا المكارون حنايا يعطيك الصحه شاف وسيله بوكو غاش يسلمك ميرسي عادي مسكين تغيضني كي تروح هكذا الشيف تاعك انا تبعتوني على راسي هكذايا والله ما حق عليكم نروح نشوف انا غير الشوك يا جماعه نتلاقى مع الشوك معليش عادل النوم نصبروا لا 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 ديجا الشيف تاعنا يدها طيابه الله يبارك يدها طيابه مليحه يدها بنينه شنو مشاهدينا الكرام عاود لكم انتم ياكم تشوفوا فينا اللي هذا وتلحقتوا بينا تشوفوا في سميرة مورنيك بيان سير مع المتالقه صاحبه الكادر العجيب يعني زاهده حر تريكو هذا بشكل ماشي تريكو سي تونيك المهم
تونيك 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 داكور مليحه مليحه ربي يعاونك ان شاء الله اكثر علو حاضرين معنا يعني شباب شابين دي بوغوز جاي مصباح العنصر الرجالي حاضر بقوه دوك غلبتونا دوك انا يقولوا لي الانسان اللي خير ورجال اللي غلبتونا غلبتونا دوك شو عندنا جمعيه يعني هذه الجمعيه يعني جمعيه خيريه خيريه دوك جمعيه فرسان الاحسان جاونا ثلاثه لي ممبر فيها دوك حنتعرفوا عليهم واحد منهم واحد الكتكوت صغير هكذايا هباك بوغوز هايل بصح يبان ستوت يبان يبان هكذايا شغل تاع طوايش انا كنت لاقيته في الكوليس لافوا تاعو بحبحه قلت له دي تاع القباحه تقول لي والو دوك حاضر معنا حميمد حسام حميمد صباح الخير صباح الخير صباح عليكم صباح لاباس صح راه محطط حميمد خويا راه محطط حبيبي شوف في الواقع الله يبارك عيبه تحياتنا ومرحبا ربي يحفظك عادل وميرسي بوغ لانفيتاسيون دار داركم روح وقت ما حبيت ميرسي بوغ لانفيتاسيون قناه سميره تي في دائما مع الثنائي المتالق الرائع زايد اخر يا عادل وحنا راجعين يا جماعه انا كي تقولوا لنا هكذا شغل ما نلقاش واش نهضروا زويجه بيان سور وان شاء الله تجوز حصه ان شاء الله ان شاء الله من جالي منك عندنا محفوظ حوحش صباح الخير خو صباح الخير عليكم عادل وزاهده قناه سميره قناه كما نقولوا كل الجزائريين يعطيكم صحة الاستضافة هذه وإن شاء الله تجوز حصة رائعة إن شاء الله إن شاء الله خير مرحبا بكم إيه بيسير الكتكوت الصغير المتألق الصغير صاحب القمجة الواعرة صاحب القمجة غالقة لهنا هكذا لهنا بوغوز حبيبي دونك حاضر معنا محمد يخلف محمد صباح الخير صباح الخير عليكم صافا لاباس رانا رانا يا يما واش راك محمد لاباس الحمد لله نوضك بالسيف باش تجي ولاك اون فورم هو جاي هكذا هو راه موت حشمه باش نقول او موت حشمه يعني لو كان يطلق روحه ماشي كاع هكذا ماشي هكا قبيح شويه صح قبيح شويه محمد ماشي قبيح طويشي 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 يعني يحب ودوكا سي لو شارم تاع لي زونفون سي لو شارم مي الحاجه المليحه سي كو محمد داخل في هذه الجمعيه دونك جمعيه فرسان الاحسان هي جمعيه خيريه سي تري امبورطون باسكو ديجا تشوفوهم دي جون هما زوج اي اون ميم طون كاين كتكوت صغير دونك حبينا نعرفوا قول لي وانا سقسيت قلت لهم اسكو محمد هو صغير قال لك نو كاين اللي صغار عليه من 4 سنين حتى 14 سنه بالنسبه للفرع التربوي والباقي من 14 سنه حتى 18 سنه بالنسبه لفوج الاشبال وفوق فوج الاشبال كاين فوج الاكابر اللي هو فوق 18 سنه وطلع الى ما يا خويا شوف دوك نزيدو نهضروا عليكم ونهضروا على الجمعيه باش نعرفوا لي ديتاي باسكو فيها بزاف فروع فيها بزاف دي تروك اللي يعاونوا الشباب باش انا بور موا الجمعيه هي كي شغل شركه راك تتعلم فيها يعني تربيهم انت تفهمك وشنو هما لي رول لي بوست لازم دير هذه كل واحد مسؤول بحاجه كل واحد مسؤول في فرع معين باش هكذايا كامل ليكيب تخدم وتافونسي الى الاحسن اون فادير اون سوسيتي داخل اون سوسيتي اكزاكتومون وكيما لو سوجي تاعنا تاع نهار اليوم اللي عنده علاقه بالخير دونك حنايا سوجي شويه حساس يعني الموضوع اللي حبينا نبارطاجيوه معكم اليوم كي نقول لكم يعني شكون اللي يقدر ولكن نقول لكم الخير شكون الانسان الاول اللي يجيك في راسك اللي دار فيك الخير اللي عاونك اللي بالك بوساك اللي خلاك تافونسي في حياتك وي ومادام تقول اسمه ولا تقول شكون معناتها ماشي نكار الخير تاعي يعني. ولا يعني باختصار كي نقولوا الخير شكون تتفكروا هذه هذه هي دونك تقدروا تعيطوا لنا النيميرو لو يبان لكم هنايا اسفل الشاشه ولا تقدروا مام يعني تبعتونا في لي ريزو سوسيو ديالنا سوغ انستغرام ولا فيسبوك يهضر شكون هو الانسان اللي تفكروه كي تهضروا على الخير شكون هذا الانسان اللي دار فيكم الخير وما تقدروش تنساو خيره الى يوم الدين ودائما نقولوا خير وسبق زعما كي نقول لك محفوظ حميمد نقول لك حسام حميمد حسام يعني حميمد تقدر تقول بلي زعما شغل لاقب هو لاقب صايب اسم الدلع حميمد دونك حسام كي نقول لك واحد دار فيك الخير ولا بالك عاونك اسكو عندك انسان هكا معين في راسك كاين هي كاين بزاف صحيقة كاين زوج انا بزاف اثروا فيا ولا عاونوني بزاف في حياتي اللي هما رئيس جمعيه اللي هو السيد بلال حمام تحيه ليه بالمناسبه وعضو ايضا في الجمعيه اللي هو قائد ايضا السيد اسامه بو خلفه بناي فاني كنسلموا عليه بالمناسبه هذا زوج عاونوني بزاف سواء ملي كنت صغير حتى راني دوكا علموني بزاف صوالح علموني كيفاش نكون مسؤول علموني كيفاش نكون قائد في ذي الجمعيه علموني كيفاش انا في عمري 18 سنه صغير نشد نشد زعما جروب في حتى 40 واحد 30 واحد كامل في اللاش تاعي فيعلم فبلال حمام واسامه بو خلفه بناي علموني زوج صوالح شابين علموني الاداره مع الصحبه فهذا الزوج قليل من يتوافقوا صح صح فعلموني علموني الاداره مع الصحبه وقت الخدمه خدمه وقت الضحك ضحك وقت السيريو سيريو صح واعره هذه اصعب حاجه كي جات لوكازيون هكا حبينا نبريزونتي جان الجيريان ماشي غير في كوتي نيجاتيف ولا كاين لي جان الجيريان
كما نقولوا ناجحين بزاف لي كوتي وكدامنا اسكو داين غير عليهم غير الكوتي نيجاتيف بلي لي جان يديروا تاع مخدرات وفنيان كاين دي جان فاني حنا هذه العفسه اللي لازم نقولوا نعطوا لها اهميه فوالا كاين دي جان اكزاكت اكزاكت باسكو علاش قولي حسام اسمح لي كمل لا تفضل مام الجمعيه تاعنا ركزت على نحات واحد الفكره كانت شائعه بزاف في المجتمع اللي هي انه الجمعيات تاع ناس كبار فقط صحيح. انه الجمعيات شدينا 10 كبار صحاب بيناتهم يديروا الخير حد ما شاف حد الجمعيات كي نروح للبوان تاع الناس كبار سيكون الناس كبار هما اللي بداوها بالك هما اللي كانوا نشوفوا في واحد لا بيريود حياتنا انه الناس الكبار هما اللي خدموا جمعيات وداروا جمعيات ومن بعد جاء الجيل الجديد وهذه في المجتمع الجزائري بقات زعما الجمعيه ناس كبار وهذا امر خاطئ تماما انا بالنسبه لي فكاين اللي جان يقدروا يخدموا ويقدروا يديروا الخير احنا جبنا فكره جديده كرينا فكره جديده اللي هي علاش ما نجيبوش واحد في عمره 6 سنين نعلموه مبادئ الجمعيه نعلموا له قران فنيك نعطوا له شويه حلقه تاعي نعلموه كيفاش يكون مسؤول ربما يطلع ويولي عفسه في المجتمع تاعه ان شاء الله هذه الحاجه احنا نهضروا عليهم ثاني نهضروا بلوس دي ديتاي باش نعرفوا يعني كيفاش راهي تمشي الجمعيه وكيفاش نقدروا ندخلوا معاكم في الجمعيه نخرطوا ونساشوك على بالنا بلي نتوما سي ان جروب سي جمعيه تاع بليده يعني راكم متمركزين في بليده وتحياتنا للناس بليده وناس بني تامو عندنا مكالمه فاسبيحه زايده يا درا عاد نروحوا صباح الخير صباح الخير هلو السلام عليكم وعليكم السلام لاباس واش راكم صحه عيدكم تعيدوا تزيدوا عيد مبارك ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله يعيشك الوغ هند من العاصمه سي سا نعم هند من بيلكور تحياتنا لكم ناس بيلكور وانا لا كوزين تاع اسلام حمادوش ايه تحياتنا العائله يا يا درا هند واش تحكي لنا في السوجي شكون هو الانسان اللي تتفكريه كي نهضروا على الخير ما تنسايش خير وبالك كي نهضروا على الخير كاين عندي واحد اخ عزيز عليا بالبزاف في عواشر ما يخلينيش في عام كاع ما يخلينيش صافي بليز مولا خير ويدو شوفي اليد اللي تمد والعين ما تشوفش الحمد لله وما تلقايش بزاف منهم هادو تاني مع الناس كاع واي حج هنا هو داير حج وداير عمره وداير بصح هو حج هنايا الله يبارك ربي يزيدك ان شاء الله وهاد الناس لازم دائما نقول لهم يعطيهم الصحه ودائما تفكروا خيرهم باسكو كاين بزاف ناس هنا يا ما تقدرش تنكر واحد اللي يدير فيك شوف اللي يدير فيك الخير ما تقدرش تنكره بصح كاين اللي ينكروا الخير عدو ولا ردو ما تقدرش تنكر الواحد اللي دار فيك الخير صح وماشي غير هو كاين بزاف يعني شعب الجزائري حنين حنون صح كيما تكون شوف كانت الكورونا كنا مرض كورونا هاك شفت كيفاش ترافدنا صح هذا في هذا وي العياد كيف يجي رمضان كيف حنا شعب الجزائر حنين بزاف ويدو ماشي له كما يقول لك ويدي ماشي له يقول وليد باب الله صح اليوم كاين غدوة ما كاين وتحية الشعب الجزائري سلموا عليهم كامل فينا كامل صح حنايا هكذا عاملين حنا ما عندناش نقولوا ساعات نقولوا ما كاينش من الغدوة ربي يفرج تعرف الثاني يجيك واحد مولا خير يقول لك راكي اكزاكتلي وما عندكش من با الاسم تاعو الحمد لله هذه قدرة ربي هذه الحمد لله قدرة ربي حنا نترافدوا الحمد لله يا موت وهذو اللي راهم يديروا هكذا على بالك واش راهم يديروا راهم يعمروا في كونت تاعهم تاع القبر وي صح هذه هضره شابه هذاك هو الكونت بانكير تاع التحت هذاك هو الصح باسكو تاع الدنيا ما قعد والو يخلصوا تاع الدنيا يخلصوا قد ما تجبد قد ما دير قد ما تخبي ما يخلصوا يعطيك الصحة يا ميرسي بوكو هند ربي يخليك الله يعيشك انا نتمنى له شوف الاخي هذا عبد القادر نتمنى له ان شاء الله طول العمر ان شاء الله الصحة جيدة ان شاء الله قد ما مد هو يزيد ربي يرسلوا ما اكثر ان شاء الله ونسلموا عليه بزاف ونقولوا ربي كثر خيرك ان شاء الله الله يعيشك وبارك الله فيكم يعطيك الصحة هند يعيشك هند نعم باي هند راحت هكذاك مسكين اي وي كي انسان يدير فيك الخير ميم سي بالك يصراو حاجات ما تقوليش تهضر مع هذاك الانسان ما دائما تبقى شافع على خير اكزاكتومون سي امبورطون لازم واحد علاش واعر نكار الخير واعر انسان ينكر واحد يعاونه سورتو كان نهضروا على جوناس نهضروا على جمعيه انه راكو تلاقاو بزاف سورتو اعمال خيريه راكو تلاقاو مع ناس بزاف تعاونوا ناس بزاف نعاودوا نولي لواحد لو بوان كي امبورطون باسكو حنا في الخير زايد يقول لك باللي ما باش عشت فيلمي ودير الخير دير الخير وتصور معاه دونك هنا حاجه لازم نفهموها لازم المشاهدين ثاني يفهموها انه دوكا جمعيه كي تفيلمي راهي تقول ارواحوا عاونونا باش نعاونوا الناس دوك ولا واحد عنده دراهم وراح هو خرج
مدراهم ويقعد يفيلمي هذه شويه عيانه شغل دير الخير بينك وبين روحك باش تقول للناس باللي ارواحو عاونوا فوالا كاين بالك انسان مريض ولا كاين ناس محتاجين ولا هذه حاجه مليحه او كونترير اي جو تروف كو لي ريزو سوسيو عاونوا بزاف في هذا الشيء كما قالت هند سورتو في لا بيريود تاع الكوفيد شفنا باللي وكان ماشي لي ريزو سوسيو واحد ما يسمع بواحد اكزاكتو دونك حبيت نعرف محفوظ انتوما دوكا فحكي لي على الجمعيه تاعكم دونك جمعيه متبرك سافي بليده عندكم متخصصين في الخير صحة. عندنا احنا الجمعيه تاعنا عندنا اربعه فرع عندنا فرع الاكابر كما كان يحكي قبيلات فرع الاشبال وعندنا الفرع تاع الصغار وفرع النسوي فكل فرع مقسم الخدمه تاعو عندنا الفرع احنا بوكو بليس وفي كيرانا في قناه سميره اللي يشوفوها بزاف امهاتنا وكذا ورانا في العطله الصيفيه يعني بزاف عندهم اولادهم وكذا في الصيف ما يخليهمش كما نقولوا لعب 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 وتحواس ففي الصيف حنا رانا دايرين برنامج متكامل يعني الطفل الصغير ملي ينخرط حتى اللي يكبر يعني حنا كما نقولوا نتبعوه فالبرنامج اللي انا مسطرينه فيه تعليم القران الكريم فيه برامج ترفيهيه فيه لقاءات وفيه كما نقولوا من الجروب هذاك تاع الاطفال هذوك نخيروا نخبه منهم يكون يتميز يكون خفيف كذا هذوك يكون عندهم تكوين خاص يكونوا عندهم لقاءات وحدهم يكونوا عندهم مسؤوليه وحدهم تما كيما نقولوا نديروا سيليكسيون هذيك سيليكسيون كيما نقولوا حنايا احنا البيت تاعنا انه الوجه ربي سبحانه هذه الحاجه الاولى اللي لازم الاخلاص لوجه الله تعالى فهذوك البذره هذيك هي اللي راح تروح للمجتمع وراح هي مش راح يكملوا معنا راح يلحق لاج مش راح يلقى في الجمعيه بصح وين راح يكون سواء حيكون طبيب سواء حيكون فيه بذره تاع خير هذيك البذره ان شاء الله كما نقولوا احنا تكون صالحه ان شاء الله فهذا من الجانب تاع الدراري صغار ومنها تخلقوا بيناتهم ثاني لا كونكورونس باش كامل اللي تكون عندهم هذه الفرصه دايرينهم منافسه اللي تكون بيناتهم وكذا فكي يتفوقوا عندهم هدايا ليهم وكذا وكاين فاني ندخلوا لواحد الجانب اللي بالك دوكا يسمعوا فيه فهذو اللاج تاع زعما 10 سنين 9 سنين خرجوهم معنا في المبادرات في القوافل وكذا يخرج يصيب واحد الجانب جامي شافوا سب ديور مطريبين بالحجر هذا الجانب محفوظ هو تريز امبورطون باسكو مقبل كنت نقصر معاه في لي كوليس خرجتوه معاكم وين تسمسيت محمد صح تسمسيت انه بديت نقصر معاه بين نسكسي واش شفت هنا يقول لك نبون عند نفوزيك لا كيسيون ليك رحت لتسمسيت خرجت مع ليكيب تاعك مع الجمعيه تاعك كي شفت واش شفت في تسمسيت كاين الناس اللي ما عندهمش ماشي لاحقين فقراء تعاونوا فيهم وشنو هي الحاجه الاولى جاتك في راسك؟ الحاجه الاولى اللي جاتني في راسي اني نحمد ربي اني عملي طهالي سي سا لو تريك لو بلوز امبورطون انه لازم نعرف اولادنا ولازم نفهم اولادنا بلي لازم يحمدوا ربي باسكو علاش كاين دي زونفون واحد اخرين اللي ماهمش عايشين المعيشه تاعهم ولا حتى معيشتهم بسيطه ماهمش يشوفوا ديجا بالك ما جاتهمش لوكازيون انهم يشوفوا الناس كيفاش هم عايشين بالك قل منهم باش يعني محمد راه جات عنده لوكازيون وراح شاف الحاجه الاولى اللي جاتو سي ان ريفلكس تاع انسان واعي الله يبارك وما محمد دوكا راهو من القيادات تاع الصغار الله يبارك محمد دوكا لو كان تسقسي كيف دير البروجي كيف هو دوكا هذايا كما حنا دائما نقولوا انه التطوع يعطيك خبره يعني انت كي تتطوع دوكا صغير هكا تعلم كذا تعلم كيف دير الاداره كيف كذا كي تكبر ما هذا البراتيك يساعدك ماشي غير القرايه تسمى هذا البراتيك يساعدك في حياتك دوكا محمد قولي له كيف دير بروجي مشروع خيري حيجاوبك وعادي انا رايحين تفضل محمد انا صبرتك راح نبوزي لك كيسيون حبيت نعرف برك حسام علاش خيرتوا محمد باش يكون بارمي الناس اللي يروحوا معاكم بارمي اسم لي ميور بالك اليمون اللي راكم حتخرجوا معاه علاش واش ميزوا على الاخرين شوف كاين واحد العفسه احنا عندنا قلت لك مع الاول يكونوا بزاف من بعد كنصفيو النخبه من هذوك النخبه راح يكونوا زوج ثلاثه قياده لهذوك النخبه علاش محمد جوستومون محمد كان عنده واحد لافونس شباب بزاف شوف ما يخفاش عليك انه الاطفال كي يلحقوا لاج تاع من 10 سنين حتى 18 سنه تكون عندهم طاقه هذيك الطاقه لازم الاولياء يعرفوا يستثمروها ويعرفوا وين يخرجوها محمد كان عنده ذيك الطاقه تاع يزغد بزاف حنا فقنا له شفناه باللي هذا الطفل اللي حاب يخدم لازم يخدم حنا واش درنا قلنا نخرجوه معنا يخرج ديك الطاقه ويورينا خدمته في الميدان وكان شاطر والحمد لله الله يبارك الله صحة. يبارك نعاودوا لي السؤال تاع محفوظ واش تعلمت بالك واش من الحاجات اللي تعلمتهم من هذه الجمعيه
الحاجه اللي تعلمتها من هذه الجامعه معي تعلمت الاخلاق تعلمت هكا عيط شويه هطلق روحك اسنا مازال ما تعلمت نقرا القران تعلمت شغل كل متخلق تعلمت الحمد بزاف صوالح تعلمت نكون قياده تعلمت شنو هي القياده كي نقول لك انت تعلمت القياده كيفاش وشنو هي القياده يعني قد المجموعه تاعي نكون مسؤول مسؤول على روحي وكيفاش انت دوك عندك مجموعه كيفاش دير معاهم باش تقود هذه المجموعه تاعك هي حنايا مضارين نقولوا لهم حاجه دائما نقولوها هو نقول لك اللي وقت الضحك ضحك وقت الخدمه خدمه صح بصح لازم صرامه ايوه ساعتين كشغل لازم تكون صارم حتى لهذيك الدرجه اضحك معاهم شويه الاخر بصح وقت الخدمه كشغل كون فورسي مليح واسكو زعما اسكو جيرا اون ايكيب خدموا نورمالمون حنا دائما نديروا عندنا القائد الاول قائد الثاني ونزيدوا هكا واحد من الصغار في الجروب يكون يتعلم بالعقل تما ما عندوش صلاحيات بصح يرفد تدريجيا وقالوا لي بلي تعلمت القران ما بون تعلموا في القرايه سي بيان باسكو تعلموا في الجامعة تعلموا في المسيد وكذا بصح كي تروح الجمعيه يعني راح تعلموا في وقت الفراغ ديالك زعما معناتها الوقت اللي راح ما تلعب فيه تتعلم قران حاجه مليحه تما راكم تحفظوا القران سي صح اسكو تعطينا يعني هكذا يذكر لنا كاش صوره معليش معليش سي ولا حبيتها ولا حبيتش نروحوا محمد تفضل قرب الميكرو مليح لعندك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم برافو صحبي محمد هذا لو كان تعرفوا تكملوا كيفاش جيري واحد يخرج طاقة كبيرة طاقة كبيرة عنده طاقة الله يبارك ما شاء الله مازال حشمان كون يترحل لك على بالي مازال ما والفناش مازال زعما شغل تطلق روحه غير بالعقل هكذا محمد على بالي يطلق روحك راحت علينا كامل ديري بلاصتي جيت خدم هنا لا الله يبارك عليه ما شاء الله وشوفوا باللي الريزولتا تاع الجمعية راهو هنايا دونك حتى في القراية تاعو بدا يتحصل على علامات ما شاء الله واش من سنة تقرا؟ الاولى متوسط خلاص درتو قبل الميكرو الله يبارك اولى متوسط وصافا خدمت بيان شحال هذا الفصل لا الثانيه متوسط دوكا الحمد لله ابا دوكا مازال نزيدو نتعرفوا عليكم نتعرفوا ثاني وين نتواصلوا معاكم كيفاش نتلاقاو بكم كيفاش نعاونوا الجمعيه هذه سينو نريحوا توجور في الخير ونريحوا توجور في السوجي تاعنا في السوجي تاعنا اللي هو يعني الانسان اللي دار فيكم الخير دائما تتفكروا دونك ولا شكون جامي تنسى خيره فوالا هذه هي وعندنا ديريكتومون ان ابيل يا دران بنروحوا صباح الخير صباح الخير صباح الخير صافا لاباس واش راكم لاباس والله الحمد لله والله غير الحمد لله فريده من الغايه يعطيك الصحه وليدي تحياتنا ليك والناس الغايه الله يسلمك ياخذ بخاطرك عندي خالتي تكون عندكم الله يبارك الله يسلمك الله يسلمك الله يبارك تاتا فريده باينه باللي تاتا فريده مرتبة بطبع الله يبارك الله يبارك تاتا فريده نعم السوجي تاعنا شكون هو الانسان اللي يعني جامي تنسى خيره يا وليدي عندي حبيبتي قميري بختان سلموا عليها سي اون امي دو 40 طون الله يبارك فريمون صدها في لي مومون ديفيسيل في لي مومون ديفيسيل صدها نطلب ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ما ننساش خيرها الله غالب يعني الظروف تاع من الكوفيد لهنا تفارقنا شويه من بصحه لي توجور في قلبي تفارقتوا في قلبي تفارقتوا باسكو البعد ولا تفارقتوا على واش لا البعد هي دات لا روتريت وانا ديت لا روتريت
مو جابيت غير غايا وهي لابيت ولاد فايد الشرق والغرب يعطيك هذا مكان مي اون ساتيل طون 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 في التليفون ونسقسي عليها وتسقسي عليا الظروف وانا هذا العام مرض شويه بشفاء لاباس عليك شويه يسلمك شويه الظروف سيتو واللي صبتو بزاف صبت بنتي ثاني رفدتني قايمة بيا الحمد لله واقفة معايا ربي يحفظها ويزين سعدها ان شاء الله ربي يخليها لك ما بين فيوتي نسلموا عليها ربي يخليهم لك ان شاء الله خالتي فريدة الناس نعرفوهم فوق تشدها سينو فوق لي تسعة كامل رانا ملاح صح يعطيك الصحة وليدي سي دون لي مومون ديفيسيل اللي تعرف حبيبك وعدوك ومليحه من داك من داك نقول لهم يعطيكم الصحه انتم تفكروهم ميم لو كان زعما نقولوا جازت نقول لهم يعطيكم الصحه باسكو في لي مومون الواعرين كنتوا حاضرين معنا وهذاك تستحقوا اكزاكتومون ربي يعطيك ويمنك بزاف الناس داروا فيا الخير الحمد لله الحمد لله جي ترافايي ويا با مال دو جون لي مي ريسبونسابل داروا فيا الخير الحمد لله وجنوبلي با الخير تاعهم من بالصح على بالك باللي الظروف من الكوفيد لهنا كلش تبدل لوليدي حنا نقولوا الحمد لله وربي ان شاء الله يلاقينا غير بالخير ان شاء الله امين وليدي يعطيك الصحه هذا ما كان ربي يخليك ميرسي بوكو الله يعطيك الصحه فريده ميرسي بوكو خالتي فريده ميرسي بوكو نعم باي باي خالتي فريده عبالك اسكو زعما هكذاك اش نهار زعما كيما انت قلت لي رئيس الجمعيه وكذا كنتوا قاعدين بلا اي سبه رحت لك قلت له يا خويا يعطيك الصحه ما نديروهاش هذه نحبوا ولا نكرهوا؟ لا لا هذه ما نديروهاش ما نديروهاش باسكو الناس يعاونوك هذا اللي قال لك عاوني عاوني انا قبله داكور انا كنت صغير كنت واحد الكاتورز هكا كله كنت نحوس هكا عفسه في شكون نقولوا برا نخرج على دارنا بعد على دارنا نشوف عفسه ندوز بها الوقت خاطي سبور انا كنت ندير سبور بصح نحوس حاجه واحده اخرى نكتشف بها صوالح جدد فكانوا هما غير الكبار كان جروب بينيفول في غير 17 18 انا كنت 14 كنت نضل نبعث له فيسبوك دا يرحم بابك دا من راني حاب نشوف نخرج معاهم للبحر كذا بعد على دارنا اكزاكت ايا فهو اكسبتاني ودخلني كنت انا صغير فيهم كانوا كاع كبار عليا من فما بديت نديكوفري بالعقل 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 فانا هذاك الخير ما نساولوش كامل الحمد لله شغل كنت كيما يقولوا كنت كي الحجره exactly. كي خرجت كذا ونا ديكوفريت ولي دوكا الحمد لله دوك صار لازم دي فون كنا قاعدين بلا سبه نروحوا للناس هادو ما كاين تكاكورتين نقولوا يعطيكم الصحه على والو خلصوا قهوه وقولوا بارك الله فيك اخويا هذه اسكو دوكا اللي يدير فيك الخير قليل هذه صح صح كاينه سينو انا حابين نعرفوا ديجا راي الشعب الجزائري ويقولنا في هذا لو سوجي اسكو يشفوا على الانسان اللي دار فيهم خير ولا ما عنده حاجه يلا بقى صحاب كان اخويا عماد جاري وربي يحفظه سما بنادم فري انسان طيب وفري لقيته في الحلوه والمره وكاين خويا غانو جاري تانيك هاد الزوج خوشي كل ما تفكر الخير تفكر الخير ديالهم اللي سبق سما هاد العباد بزاف عزاز عليا بلا ما نهضر على الوالدين والعائله هادوك تخوشي فايس الخيات والخاوه سما هادوك وحدهم سما هضرت لك مكوتي تاع برا كي شايفه الجيران سما هادو ما كل ما تقولي لي الخير يجوني هما في راسي وربي يحفظهم وربي يطول في عمركم انا عندي واحد صاحبي تربينا كيف كيف كنا صغار اي جو اون سي كونستروي اون بيرسوناليتي كيف كيف جو هو مدلي فايس علم لي فايس وانا علمت له فايس وجوغ تربينا كيف كيف وكبرنا كيف كيف جو دار فيها الخير ودات فيها الخير ونكملوا في الخير ورا سي مون ميور امي اون كلكو سورت هذه هي وانا يا خو اليوم جيت نشكر يما العزيزه ربي يحفظها وقفت معايا وخيرها شغل بلا ملاير ما تقدرش ترجع لها الخير هذاك فاهمين اختي وتحيه يما وتحيه الام جزائريه قاعيتك وربي يحفظكم وصحايتكم يما اللي دارت فيها الخير وبابا وهذوكم بعد ساهل هذوك وحده كاين عباد بصح الام هي النيميرو 1 في الدنيا هذه اللي دار فيها الخير ابار مي بارون جو بونس با كاين لي بارون هما اللي كبروني هما اللي قراوني اذا مرت هما اللي داووني ولا حبيت نلبس هما اللي كساوني خيرهم بالنسبه ليا كبير بزاف ما نقدرش نرجعو تما مام حياتي كامل ما قدرش نرد يلو كان غرام من الخير اللي داروا فيه والديا بابا بار اكزومبل كان ينحي من اللحم ويعطيها له يعطيها لي ليا الوالده مريضه وتسكري في على جالي
مطياب نيمبورت كوا ليسونسييل الوالدين خيرهم واو ما ننساش حياتي كامل مادام حيت. ايوا كل واحد كيفاش كاين اللي ريسبيريتي بزاف باش بديتي ريسبيريتي بزاف كرف مسلك السوم يخلي ايوا هذه هي الحمد لله معليش يا كنت نفس ياك بطل لا لا تخلصي زعما غصبون جات بطل انا شويه نفسنا مقاسمين هنا يا غاشي عندنا نهضروا على الخير ها راكم شفتوا اكزومبل قدامكم كاين نفسه ما يخليكش هكذا توكا جينيرالمون الناس ما تنكرش الخير ينكر الخير غير اللي قلبوا يعني الله غالب مضرار وقلبوا مريض جامي ما يربح اللي ينكر الخير هذه هي سينو زاهده كملنا مع ليكيب يعطيكم الصحه اللي جيتوا هنا مرحبا بكم نورتونا كما يقولوا والله غير واش ناس ولا غير هذوما لازم نديروا نبارطاجيو لهم لي فيديو تاعهم ونقعدوا نديروا بهم لي طوندونس كي تشوف عمل خيري هكذايا علاش من بعد تروحوا تبارطاجيو نيمبورتكم تقولوا بلي واش هاد لا جوناس بلا لا عندنا اون اوتر ايماج لا جوناس لي شباب بزاف هذه هي اون بارلون دو ريزو سوسيو وطوندونس وكامل دونك وين نقدروا نلقاوكم تقدروا تلقاونا في كامل لي ريزو برسك تيك توك انستغرام وفيسبوك وحتى يوتيوب جمعيه فرسان الاحسان راح يخرجوا لك كامل لي ريزو فسوا فيسبوك سوا تيك توك اي كونتاكت تبقى في جوجل يخرج لك يخرج لك يخرج دونك جمعيه فرسان الاحسان الخيريه دونك نقول لكم بوكو دو كوراج ان شاء الله مجمع واحد يقدر يدخل معكم الجمعيه اي واحد مرحبا به حنا رانا اكثر من 100 واحد الله يبارك الله يبارك اي واحد مرحبا به تما حنا يقدروا ينخرطوا معكم عادي مرحبا به يا خويا تحياتنا اي اون ميم طون نقولوا للناس اللي حابه تعاون تلقاو جمعيه هكا دو جون يتروح تعاونوهم سواء بدراهم ولا كي يكونوا خارجين باسكو تسحقوا دي فوا لبسه تسحقوا كيما المولو تسحقوا امور كيما دخلت على المسير المبادرات اللي كاين اللي ديرهم كامل جميعا نديروهم الحقيبه الاضحيه اي مبادره احنا رانا وجيماجين كنت بارطاجي وكلش قبل ما المبادرات احنا مقسمينهم على ثلاثه فكاين مبادرات روتينيه اللي نديروها تقريبا كل اسبوع وكاين مبادرات روتينيه شهريه عطيني اكزومبل تنظيف مساجد مثلا عندنا مثلا شهريه كما لي زدياف كما دار العجزه كما القفه بار اكزومبل وعندنا فنيك موسميه لجمره كما في رمضان مثلا العيد العيد الواسم اللي بين اخويا ربي يقدركم ان شاء الله ربي يحفظكم كامل اللي كيف تاعكم قولهم هو بكسل ما سلمش عليهم انت لا لا باين بلي لحق سلام شاطر شاطر لا لا قولهم وجنا بيا وكذا جست بيا ياك عجبك الحال تعاودوا لي صح علي من نسلموا الناس اللي تشوف فيك ولا الناس اللي تعرفك علي من نسلموا دير ديديكاس ديديكاس هاي على بيني وبينك هاي هاي تسلم على شباب على داركم داركم كذا على اختي هذا ما كان باين باللي اختو يعني فشاتو بزاف فشاتو فشاتو بس اللي مالهم بزاف بزاف ليكيب يعطيكم الصحه نتلاقاو في ساعات الخير وربي يقدركم ان شاء الله وسلمونا على كامل ليكيب ان شاء الله ان شاء الله يا باي باي دورنا على قول لي على ايه ايه نحاوزو درنا ديغاك درنا نحاوزو ديغاك صبري ايه ابعد فاصل ابعد فاصل ابعد فاصل ابعد فاصل عندي بروبليم معاه ابعد فاصل مشاهدينا مشاهدتنا وين ما كنتو حنا مازلنا معكم في سميرة مورنينغ ليميسيون مازالها متواصله وكي تشوفوني هنايا نعرفوا بلي رانا في لو كوان بوتي دونك مع ليندا يا درا ليندا ما يعرفوا عليه عادل والو ايوا لو كوان هذا اللي ما يعرف عادل والو وجيماجين كو كارجالا ماشي غير ماشي غير عادل سي كونترير سي فري لا رو كونترير دوكا نشوف لي جون تاع دركا مهتمين كثر كثر بروحتهم بارابور تاع زمان وتاع زمان بارابور لي زون تاع زمان سي فري سي فري مي الماكياج ماشي كامل يفهموا بيان سور بيان سور اكزاكت aujourd'hui heureusement عندنا côté تاعنا طوم يو سينو هذاك يدخلوا روحهم في كل exactement سينو هنا كي لحق بون لا توش فينال فوالا جو في فير مي كوريكسيون اها تاع الكونتورينغ تو دونك انا درتي لها الفون دو تان مازال كونتورينغ exactement داكور نسقمو شي لا توش فينال فوالا اوكي عاودي فكرينا برك لو لوك اسمو الايس كريز الايس كريز فوالا داكور داكور كات كريز باردون كات كريز تالمون سخانه الايس فوالا ايس انا عطشانه سي لو كات كريز دونك القصه على القطه قطه اكزاكتومون افيك ان اوتر فورم فوالا داكور تري بيان دونك بقى لك كما قلتي لو كونتورينغ و
اكزاكتومون سي سا نكملوا لو ماكياج تاعنا لو لوك فينال فوالا سينو عاودي فكرينا وين نلقاوك في ريزو سوسيو لو صالون تاعك شويه برج البحري بريز مارين صالون ليندا 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 بوتي فوالا سي سا لو انستغرام سي شاتير ليندا شاتير ليندا فوالا فيسبوك انستغرام وي شاتير ليندا داكور دونك تبعوها سور لي ريزو سوسيو اي حنا نخلوك تكملي يعيشك ميرسي هكذا نوريو من بعد لو لوك فينال اوكي ان شاء الله ميرسي بوكو ليندا يعطيك الصحه يعيشك اي فوالا عادل ماني كملت شنو زايده راك عجبتني اليوم انا ما فهمتش هاد لي ديرني نيميرو راني تمتم نكمل عندك انا في الحكايه كامل شاف وسيله راهي يعني كملت صافي اسمها راه يستنى فينا غير نكمل بعدا شاف وسيله ما بقاش وين جو الريحه هذيك انا غير هكا غير تمشي فيها غير معليش في اخر ان شاء الله شوفوا سي لا كوراج واش حاب نقول لك ما بقاش انا جاي المقارون تمتم يفرع الله غالب الله غالب ولا غير صح الحاجه اللي طيب تمتم سبي المقارون وبنينه بنينه هذا بيون داشي هكذا كيف الحم كفت الحم كفت الحم كفت الله الله هذه تاع لي زونسي هذه على مالك اي با وي مشينا الكلام لا بارتي 3 تاعنا كي نقولوا لا بارتي 3 تاع رانا في لا فان تاع ليميسيون اي بيان سور ما نكونوش وحدنا لانفيتي اللي حاضره معنا اليوم يعني جابت لنا روائح واحد اخرى ولا غير الحاله راهي كما يقولوا تعنبق هنايا بالريحه الشابه و ساسون ليتي سيوفي هكذاك ما عندنا حاجه دونك راهي معنا حاضره داليا هاشمي اللي هي صانعه شموع راهي حاضره معنا هاد الصباح صباح الخير صباح النور مرحبا بك الله يسلمك بك مرحبا مرحبا بك تنوضي صباح شويه مطفيه جبي ربي شويه عندك عندك ديازال جو سوي با ماتينال دي تو ايبا تحياتنا مرحبا بك انا نشوفو الحاجه لازم تشوفوها مشاهدينا الكرام باش المخرج يقدر يزوميها لي زويجه راهي مكتوبه بالشمع هنايا اه مشتاش ضربوا لي برك طلع لهنايا ليكيب زويجه راهي لاست اباك هذه حنخليوها في الطابله لا 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 ولا غير شابه شابه عندك برك الاي هذاك يعني اسمه ماشي الاي الجي الجي هذا بصح جاش بابا جاش بابا عاد لو كان خليته هكذاك طايح شافي شافي هكذا خال الله يجي كل يوم داليا افيك بليزير دونك ميرسي بوكو ديجا بوغ هاد لو كادو اي او ميم طون انا نهضروا على صانعه شموع يعني دوك الشمع تتبدل نشوفوا لي دانيا زاني انواع واشكال انواع اشكال ديمول والروائح تبدلت ثاني شمع نعرفوا حنا شمع تاع السبع هذاك شعل بغيت تروح تريسيتي ولا غير صح دوكا لا دوكا لا ما حبيت نعرف برك داليا على الشمع وقتاش بدات الشمع كيفاش بدات الشمع باسكو في لي كوليس انا ديت شويه معلومات هكذايا قرعت شويه عادل قرعت شويه دونك حبيت نحكيو برك انه داليا يعني قبل ما كانت بدات في الشمع واش دير قريت حقوق حقوق ماستر 2 في الحقوق الله يبارك الله يسلمك اي ابري دو فيل ان ايغوي فو سافوار كو ملي كنت صغيره وانايا جو سوي تري مانويل حبيت بريكولي جادور شوف سا كومونسي ملي ريفي D'accord. Je l'ai démonté et je l'ai remonté. Bah, les dessins aussi. Quand il y avait le maçon à la maison, petite anecdote. La faïence, les trucs où je dessinais. D'ailleurs, je ne les ai pas trouvés, j'aurais aimé les ramener. Dommage. Maman, je suis en train de faire le ménage. Oh, j'avais peut-être 8 ans. 7, 8, je ne dépassais pas les 10 ans. On découvre les enfants où je suis en train de faire. شغل كي يبدا يخلط لك فيه حفايس تبان تريقو ابخي لا فيبر وي سا سا ريسون اي انسويت ومن بعد لحقنا لي بوجي ومن بعد لي لا ريزين ومن بعد لي تابلو مليحه وكي نقولوا لي بوجي معليش يطفيونا تليفون هنايا برك لا بغيتو زعما صحيتو دونك ولا نهضروا على لي بوجي بداو في لا بيريود الوعره اللي جوزناها في لو موند اللي هي الكوفيد اللي الناس يعني انفيستات فيها وي ما كانش ما دارش حاجه لو تروك سي ان انفيستيسمون تاع الوقت ماشي تاع دراهم ولا سي كو كان عندنا الوقت صح ما كانش واش نديرو رينا فيغ يلا اكزاكتومون سا دونك تما بدات جزنا من لا كويزين لو ميناج درناهم كاع لي روسيت شوفي لي روسيت كاع تاع كاع لي كونتينون كاع لي سبيسياليتي درناهم صح اي ابخي ا مومون دوني il fallait trouver quelque chose on pouvait plus sortir la télé Netflix, خلاص شفنا كاع لي بروغرام صاي جبنا لهم كاع دونك سي فوني تو سول اونيتمون هكذا الشمع جات هكذا جات وحدها شوف جيتي دون لا كويزين جو فولي فار اون ريسيت تاع نشفالها تاع لي بانان فري داكور جو لي راتي اوكي جو راتي خرجت لي شوف قلقت لي درتي شمع قلق بس هو شمع قلق ديت نحوس ان استانسيل بور ريتيري لا بانان بالذات اني نحوس نحوس صبت شمع دي بوجي يوتيليزي ديجا في القجر اني نحوس نحوس قلت بون
واش هما هنا هنا ما يسحقوهمش اي نديرو بهم حاجه اي جافي لي مول دو باتيسري جافي كومونسي افيك بديت نحوس بديت ندوبهم دوبتهم في المقلاه ديريكت دوبتهم في المقلاه اللي قليت فيها البنات ديزولي ما سوغ ان سي تو مونطون تو مو فوا شي ديزولي بالك سي لا بروميير فوا تسمع بلي دوبتي شمع في المقلاه تاعها صح اي سي ديزولي دو كو دوبتهم حطيتهم J'ai recyclé la bougie en elle-même et la mèche. Il faut savoir que c'est des mèches spéciales. Ah oui. Des mèches en coton. Du coup, j'ai tout recyclé. De fil en aiguille, blablabla. On va Google. On va Google. On va t'échauffer. Comment faire. Non, après ça, ça y est, j'ai arrêté. Je me suis remise à la cuisine, à la maison, le sport, la famille, les neveux, tout le monde. On va t'acheter de côté. Et là, récemment, out où l'est l'homme. رمضان كيفاش حتى ضربت لك في راسك قبل رمضان الوغ كيفاش جو مو سوي دي باسكو بون جافي ابري لو ماستر جي ترافايي ايتترا انسويت جي اريتي لو ترافاي ما عجبكش الحال سيتي ترو دو بريسيون ماشي ما عجبنيش الحال جيمي سا مي يافي ترو دو بريسيون اي ترو دو كاين اللي يقدر لها كاين اللي ما يقدر لهاش لا بريسيون كاين اللي ما يحملش يخدم في لا بريسيون شويه كاين بريسيون بريسيون كاين بريسيون بريسيون مي هذيك لا بريسيون بدات ما قدرتلهاش دو كو جو مي سو ريتيري ايتترا قعدت يا في ريان افير جو مي سو ميز جو مي سو روميز او زونغل اوسي باسكو فو سافوار كو جو سو اوسي اونغليس باش مليحه داليا سي كو سي كو اما سي ان اكزومبل انا حاب نسمع حكايتها شغل باسكو تقدروا اي واحد لو يشوف فينا يقدر يبدا مع اي حاجه ويسي هذه ويسي هذه تلقى روحه في حاجات وين يلقى روحه ايوا عاوت وليت لي زونغ عاوت وليت لي زونغ من بعد عييت لي زونغ باسكو يفو بوكو دو باسيونس صح وسي فاتيغون سي لا باسيونس ما عندك لا لا والله غير ميم لي بوجي يا دو لا باسيونس مي سي لا بوجي سي راك تسخن في لاسير ومن بعد تفو ديمولي ومن بعد تسناها تشوف لو ريزولتا سي كيك شوز مي لي زونغ سي فري كي ان سي سي ان ترافاي ارتستيك اوسي صح Du coup, les ongles de Nahum, on a repris. Bon, il faut que je trouve quelque chose à faire. Envoyer des CV, ça marche pas. Il faut que je fasse quelque chose terrible. Mais les conseils là, je voulais faire quelque chose qui m'appartenait. Pardon pour le micro. Qui m'appartenait. Du coup, les pubs Instagram, sponsorisé. Une école qui faisait les formations de bougies, de brume et de sel de bain. Il a démarré direct la formation. Il a dit là, il était 1h du matin, je crois, minuit et demi, 1h. C'est vendredi, je vous contacte. Ok, ok. Les jeudis soirs, là, je suis là. Du coup, j'ai fait la formation. Bon, la formation qui a duré, je crois, 24 heures, 48 heures, si je me rappelle bien. ملتم خرجت من عندها سيتي ان فاندردي خرجت من عندها دخلت وريت لماما وبابا واش درت لي مونتري كدا ماما بيان سور اون ماما او سي تري بو تما يطلع لك المورال ماشي كشابه لا كولور شوفي خضره ما شابهاش ما تعجبش ماشي ما تريحش مليح والو سي تري بو سي تري بو ما فيو لا سي بو لو لاندما 9h du matin حبت عند لو فورنيسور وتلقاو دونك لي برودوي ديسپونبل اللي تخدموا بهم ماشي لي مول لا لو برودوي لي برودوي لا ماتيير بروميير اي ديسپونبل تري بيان بارابور ا لا ريزين اونفا ا لا سير سانتيتيك لا بارافين ايل اي بوكو بلو ديسپونبل كو لا سير ناتوريل داكور اي بوكو موان شير صح دو كو انا يا بار اكزامبل جو ترافاي سي ا لا دوموند مي جو ترافاي بوكو بلوس افيك لا ريزين ناتوريل لا سير ناتوريل بلوتو اي occasionnellement quand on demande parce que même le coût de revente n'est pas le même c'est le prix de d'une cire naturelle d'une bougie naturelle est deux fois plus que le coût d'une cire naturelle 20000 40000 exactement après bon le faire aller parfum le faire aller couleur etc à l'heure de la demande t'as le tout à fait tout dépend de la demande je voudrais poser une question qui a rapport avec le sujet tana باش نروحوا للVTR اللي هو est-ce que tu par exemple في هذه لا كارير تاعك واش راكي ديري سيتي هذه سيتي هذه طحتي نطي لقيتي واحد ولا انسان مهما يكون يعني اللي يعاونك اللي اونتر بارونتيز دار فيك الخير وقف معاك وما تنساش خيره وي دايور جو لي لارم اوزيو دقيقه افاك نعرف نبوزي لي كيسيون اللي دمعوا انا سي انكرويبل سي حابي
شكون هاكي روحي ولا غير ما خلاف دوك يروح الماكياج شكون لا بيرسون معليش نهضر لك رابيدمون يا مون سيركل دو بروش مي بارون او لا لا مي بارون مي سور معليش ريحتي ما راكي مشاهدينا الكرام لا غالب هذا هو سي كوم سا توشيناها في واحد لا كيسيون بالك سي بصح نعرف لا ريبونس تاعها شويه نروحوا نشوفوا هاد لو في تي ار زاهده اللي هو دير دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا يلا ما نزيدوش ما نزيدو حتى كلمه يلا من الأقوال الشعبية الشائعة دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا، وهذا المثل يشجع الناس على عدم التباهي بفعل الخير والابتعاد عن الرياء، عكس ما رانا نلاحظه في وقتنا هذا. فمع التطور التكنولوجي هذا المثل انقلب وأصبح دير الخير وتصور معه. هذه ظاهرة اجتاحت مجتمعنا للأسف في الآونة الأخيرة، ونشوفوا أشخاص يقدموا صدقات وإعانات وياخذوا صورة معها وينشروها في المواقع التواصل الاجتماعي باش يحصدوا أكثر عدد من المشاهدات دون الاكتراث بكرامة وحرمة الفقراء، وهذا يأثر بزاف فيهم. فلازم على الإنسان أنه يدير الخير لوجه الله ويقعد هذا بينه وبين ربي سبحانه، فقد يأتيه أجره من حيث لا يحتسب. أما إذا دار الشر فلازم عليه يتذكره كل يوم بهدف التفكير في إصلاح الخطأ والتوبة والاستغفار أو تقديم الاعتذار. مازالني نتنفس شغل حنجبك وان شاء الله نكونوا فوالا هذه دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا. دونك انتم الناس اللي ديروا الخير ماشي لازم نقولوا درنا الخير، ولكن الناس اللي درتوا فيهم الخير لازم يعترفوا هما ويقولوا يعني يعطيكم الصحه. يعني نقول لك حاجه، اللي يدير الخير دائما ينسى. باغ اكزومبل زعما دير في انسان الخير وبعد يجي يفكر يقول لك عباك واحد النهار درت لي هكذا وهكذا، انت تنسى بلي درت الخير. دو خرج هذا المثل تاع دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا. الشر لازم تفكروا، لازم باش تفكر باش امور تتكاكا شويه مع روحك في كارني سينو غادي نوليو داليا اللي صافا داليا صافا نشوف دموعك وغادي نوليو الناس اللي وقفوا معاك. دونك في لا بيريود هذه ولا دونك كاين لي بارون مي سور داكور مي دو سور اي مون فيانسي. اي بان يسلم عليهم كامل. كنا تلاقيت كنت تلاقيت به يعني هكذا تلاقيت به وي دوكا وين تلاقيت به دوكا هذه لا كيسيون. هذه امور يعني انا عارف صاحبي انا صاحبي يعني نقول لكم برك واش عليه واش صار عليك متشافين وباش نقولوا له منا بهذا المنبر ولا ديك الصحه باسكو لو سوتيان مورال سي ان سوتيان يعني انورم الخير ماشي يعني غير في حاجه ماديه ولا حاجه زعما اي لا تي لا سور تو لي بلان اكزاكتلي سوا بون لي بارون اي لو فرانشمون اي زون ايتي لا سورتو كي واحد يقول لك روح يعني معاك ما كش ما يخصك راني هنايا جوست لو فيت تسمع هديه تاع فازي فونس وي جو سوي لا تانكيت با هديه شغل سا راجوت وزيد زيد ماشي غير الكلمه سي كو ميم كي تحقيه يكون هنا باسكو الكلمه سهله واحد يقول لك الله يعاونك راني معاك شحال من واحد يقول لك رانا هنا ما تلقيهمش ما تسحقني هنا اكزاكتلي دونك الخير يا جماعه ماشي غير في دراهم ولا ماشي غير في حاجه ماديه ولا ماشي باغ اكزومبل دخلك تخدم ولا مي الخير راهو يعني ميم في لونكوراجمون ميم في كي توقف مع انسان تعاونو بسيكولوجيكمون باش هو يزيد يافونسي اكثر. دونك ديجا نقول لهم يعطيهم الصحه كامل الناس اللي وقفوا ديجا ان شاء الله نلقاوك ناجحه بهذا البروجي ان شاء الله ان شاء الله بوكو با. انا لازم نضرب دور الناجح ديالي برك من هيك باسكو عندي واحد الكيسان اي راه كمل باش نعاودو باسكو ما ديرش غير الشماعيتو كاين مام هذوك لي كادغ لا من تحت انت ما شفتهمش عادل هاكا تشوفي لابونا بالخبزه هاي عندها لي كادر دوك انا هاهم لي كادر تاع الجرف يلا راح عاودوا الو امل كملتي او سيرفيس شباب باكي تكسر باكي تكسر امل عينيك هذوك عادل قاصحين دونك امل اللي راهي فينا يعني انا خلاص دونك انا كملت لي فيغ اتي ديالي راه اي ميم لا سيات التخيك هذا شباب جي بيان اوسي بريباري لو بلاطو اون بواط على الحطب دونك كيف كيف بالالوان هذوك تاع فيتريا راه استعملتهم تاني فوق الخشب واللي عنده علاقه ديريكت مع الكاس سي نورمال لو ميم ديسان هو دوك نقدر نديرو سور دوتر سوبور كيكون ديكوراتيف ما يهمش دونك كيكون ديكوراتيف نقدر نستعمل تاني لا فيتريا يقدر يكون تاني ثاني ازجه سي صح. Alors, vous voyez, هو على باز لا فيتري 160 درجه سي اون بينتور فيت بور لو فير دونك نستعملوها للزجاج سورتو للزجاج اللي حنستعملوه سي ماشي ديكوراتيف utilitaire.
والمليحه سمحي لي المليحه نزيدك ليدي سي كو واحد زعما كيخدم عفسه كيما هذه يزيد يروح يكموندي زجاجه قيس هذه ويحطها من فوق باش ما يتوسخلوش باسكو حنا ندفقوا لاتاي وبدا وي سي فري سي فري دونك نقدروا نديروا بتيت نعطيك واحد اخرى خير يضرا ان شاء الله حنشوفوا لا ريزين مع بعض ومن بعد نديروا اون بتيت كوش دو ريزين تري فين خلاص من بعد كذا بروتيجي تو لو ديسا شفت دونك فوالا افيك دي فير اتي تو سامبل رانا درنا لهم اون بتيت ديسا Donc le cerne 160 d'araja ou la gamme de Vitrea, elle est, c'est une très très jolie gamme Vitrea PBO, comme une belle gamme, une large gamme de couleurs. En même temps, vous les avez aussi en feutre pour les personnes les microdrochistes à mon pinceau. Donc directement, le feutre des remplissages. Ou les pinceaux aussi, qui ont des modèles et des modèles. Yani donc, on installe le pinceau plat pour les aplats et le pinceau rond, pointu. Les bêches, on installe bien sûr le remplissage. Ou je mets sur elle, je mets une habille sur les produits. Ou là, elle est rouge, elle est comme toujours. Donc, bien sûr, les habits dire les verres à thé. Tout le monde dira bizarre. Faire un dan, on a une la demande fera. Donc, les élèves gars, ils doivent spécialement pour faire les verres à thé. On a les ateliers, les warachettes. Donc, مرحبا بكم مراشد تكنو عندكم toute la semaine surtout في الصيف. Exactly. Donc voilà, في les vacances. Donc même في العام تكملوا الورشات مي نقصوا سي صح. Oui, alors الورشات انا en fait انا toute l'année نخدم. من بعد في الصيف سي vrai انا ننقص شويه. انا je prends mes vacances في الصيف. صحتك صحتك. مي toute l'année راني هنايا pour les ateliers مرحبا بكم. Eh bien, merci beaucoup Amel, يعطيك الصحة. Magnifique projet. Eh bien, tant mieux. الحمد لله. Parce que انا ولا غنشوف دائما نشوف الناس اللي راهم قاعدين في الدار يقدروا يكريوا ان بروجي في انستغرام غير بهذه العفايس. Des astuces simples و efficaces. فوالا. يعطيك الصحة Amel. شكرا. Merci beaucoup. يعيشك. ملاقات الخير ان شاء الله. ان شاء الله. Amel. نعم. باي باي Amel. عادي على الوقفة. جيب لنا واحد مليكه وي وي لا بغيت زعما وي ما شفتهمش قباله هذا باش ما شافهمش وي على بالي بلي ما شفتهمش ما شفتهمش قباله وي بصح تاع جرف هذو انت هي تم درت مشروع ان شاء الله عليك نديروا طابله وقدام منهم بيعوا في راسك انا مع ما يدير هكذا انايا دونك هادو كيفاش مخدومين داليا هذا سي ان ديسان سور فير داكور اوكي صافي يا بون يا لو سيرن سو كون ابل لو سيرن سي بور تراسي ورينا انت هكذا خير باش نشوف Voilà. عمل جوجينا ثاني الخدمه اسمع هادو واش تبلي في الخطاوه سبحان الله واش بان لك صح ليش على بالك ما مازال كيشتو من بعيد باش من بعيد يبان دو بري سي ان بو اها مي سي بيان هكذاك خير يعني كي تجي اسمها لي في سوربريز انه كي تشوفهم من بعيد فهمت على بالك واش حتى تدنا خويا ما تقربش والله الوغ بون اون ا لي سيرن C'est-à-dire que c'est pour dessiner. D'accord. D'accord, pour dessiner, pour faire le croquis. Ok. Donc, il y a un cadre, cadre pour que vous puissiez chauffer, voilà. Mm-hmm. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça mène le chauffe. Ah oui. Non. Voilà. Après, bon, tout le reste, c'est de la peinture. D'accord. De la peinture, bon, on a les petits strass, les mm-hmm. petites perles et tout, qui sont collées. Mm-hmm. Et la peinture, c'est, comme a dit Madame Emel, voilà. C'est. La comment on appelle ça déjà vitrail la peinture voilà. vitrail voilà elle t'allume Amel mais il faut savoir que je l'ai appris à ma mère ah oui d'accord. j'ai pas fait de formation d'accord et oui voilà je la maman je maman a fait une... bon même maman a une fibre artistique oui je pense je crois du coup il y a les par exemple qui واحدة فينا تزوج هي اللي dessiné لها ses tenues ses toilettes ah d'accord. Oui. oui d'accord et elle est très très manuelle, mm-hmm, elle mm-hmm. fait tout et elle a décidé de faire le dessin sur verre. Qui peut être là et tout. Je me suis intéressée, je me suis dit bon, on a l'indir ndir. Mais c'est bien, bravo. Jamais trop les manqadrish ou la manarafch ou la. Tant qu'on a un large éventail. مازال باسكو اون ابران ا توت اج صح صح اي قد ما تقولي خلاص هي لا سي بون الحق انا ندير لي بوجي باغ اكزومبل لا ريزين لي لا بانتور سا هي سا مي سوفي نو اون سو ران كونت كو حاجه تجيب حاجه صح باسكو اون بو جوملي ان فيت لا بانتور افيك لا ريزين اي لي بوجي Donc on peut faire quelque chose de très bien. Eh ben, on va dire ربي يعاونك ربي يخليك ان شاء الله. ربي يوفقك. Et وين نلقاوك donc sur les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Oui. Où je nous le Alors vous mon Eyelad Secret. Eyelad Secret. Secret. OK. عجبتني يا جماعه دونك عليكم غير تدخلوا تابوني وتشوفوا ديما تحطي لي موديل تاع جوغ في لي بوبليكاسيون تاعك بارفي. دونك عليكم غير تدخلوا تكومونديو.
مرحبا بكم. إيه انا في الحاجه اللي برعتيني بها اليوم سي زويجه هذيك اللي هذه سي بون يعني وكادو تبيبوش بديتي كادو بيبوش وراه ما انا جبت لك كادو بصح عليا ماشي بيبوش ان شاء الله كي اليوم يكون عندك بيبوش بيبوشه و دونك فوالا كادو تبيبوش ان تروك واش نسمي او قبل قلبو انا بالمعلوم قلبو هكذا قلبو فوالا فوالا دونك عفسه تريك بو بيبوش يعطيك الصحه ميرسي بوكو سي افيك بليزير سي جونتي دابور دونك حنا نقول لك بون كوراج بور لا سويت وربي يقدر ان شاء الله ان شاء الله بوكو با باسكو هادو هما اللي يخدموا الشمع ولا كاين دي كونكورون ثاني مازال ما شفناهمش حلوا حوانت داروا ان تروك هكذا سبيسيال ولا ما دابينا ان شاء الله بوكو با يكون مشروع ان شاء الله ان شاء الله يفوك لازم ندخلوا لا لا سي فو فولي لا كولتور اكزاكتومون لا كولتور دو لا بوجي باسكو ان جينيرال عندنا لا بوجي سي تروح تريسيتي شعل صح صح صافا لي دارني طون هادوما ولاو يشعلوهم في الدار على الريحه دوك ولا تباع دوك بارفان شغل اكزاكتومون دوك حاجه مليحه يعطيك الصحه داليا ميرسي بوكو ميرسي لافيك في دوطخ زوكازيون ان شاء الله حبيت تزيدي تقولي حاجه ولا نكملوها صافا نورمالمون تو تي دي ميرسي بور لافيتاسيون سلموا على كامل ليكيب سلموا على الدار على مامون بابا تو الموند فوالا اي فوالا ميرسي بور لافيتاسيون انكور اون مرحبا بك مرحبا بك عايشك ميرسي بوكو اي با فوالا باش تقول الريزولتا كي تلقاو الناس اللي دايرين بكم يبوستيكم ودائما يعني يديروا لكم كوراج باش تزيدوا تافونسي وباش تشوفوا داليا الله يبارك اي غير تزيد تافونسي ما شاء الله دونك ان شاء الله الناس اللي يشوفوا فينا ثاني الناس اللي دايرين بكم وقفوا معاه اكزاكتومون لازم ثاني ما ديكوراجاوش باسكو لي ستوار انا كيجوزوا معنا هكا انا بو مو سي دي جون طالون الناس راهي تسييت تخدم تعيا تشكات طيح وتنوض انا بو مو سي ميساج ليكم كامل انه الناس البير با اسبوار ما تخليش تقول بلي هذه ما نجحتليش ما نديرهاش وكون راه تقدر دير تقدر تافونسي دنيا طويله اي بوكو دو كوراج ليكم كامل اللي عنده مشروع صغير يبدا معليش ميم لو كان يخسر فيه معليش خسر حاجه صغيره وبدا تافونسي بالعقل بالعقل وفيها خير ان شاء الله. سي عندي سؤال شكون الانسان اللي دار فيك الخير وتقعد تفكروا دائما؟ شو انا نهضروا على الكاريير تاعي سيتي اللي دخلت معاه ثاني لا راديو سيتي يزيد حمادوش الله يرحمه ويوسع عليه كاين ريم لاستار ثاني اللي بسبتها كنت يعني درت كاستينغ ودخلت الاذاعه دونك كاين ناس بزاف اللي عاونوني بالك ماشي اكسبري شو تعرف أروح جوز دير كاستينغ رحت دير كاستينغ سيد زهري أبخي عام باش عيطوا لي مي سا ريست كو دي بيرسون امبورطون بلا ما نساو صح لي بارون الاصل يكذب عليك شغل نحبوا نطلعوا هما لا باز سيتي لي بارون اي لي غران بارون الله يرحمهم اللي هما اللي بالك خلوني نامن بروحي والحمد لله رانا نافونسي اون بارلون دو لا راديو اي تو جو سالي حبيب طاطا اللي كان بزاف ناس اللي ما على بالهمش بلي ثاني كان سبه باش دخلت لا راديو سيتي كوم سا ماشي زعما تاع اروح تخدم ولا نو كاين ان ستاج ولا دوز دير اي بي كيما دير الخير تلقى الحمد لله وربي كثر الخير وربي يبقي الخير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي سينو زيد نروح نضرب دوره ثاني خفيفه مازالك زيد الدور زعما عييت هيا روح وينك رايح نروح منا الميك اب ومن نهبط الكوزينه ونريقليوها المخرج انا نروح انا نروح لك ما تقول زوايا راح واش راكي مدام صافا لاباس اي خلاصت اي خلاصت الو سي بو مدام فينيسيون نورمالمون اي با صافي بليزير تبدلتي شويه الحمد لله بارك الله فيك شويه برك نو ان توكا ما نفهمش مدام لا غالب ماشي زعما نو ميم انايا ما حبيتش ان شانجمون راديكال بارفي فوالا انا حبيت توجور نقعدوا في السامبل مليحه هذا دونك سي ان تروك سامبل يعطيك الصحه مدام ميرسي بوكو نتلاقاو في الخير ميرسي يعطيكم الصحه انتم ثاني كلي فودوني مرحبا مرحبا اللي كيما قال واحد لي كوافير ايبا مرحبا بك ودارداركم الله يعطيكم الخير ميرسي بوكو او بليزير ان شاء الله سينو نروحوا وعاد حاب يروح باش يشوف المكان شاف انا ولا غير حي عليه ميم لوملات نكل دوكا على بالك على بالي الو لوملات انا تصبح هاي ليك حاضره لي بوات محاضرين واجدين بلاصه وسطهم وصوديت انا اللي درناه تفطري معانا واقع على بالك داليا تريحي معانا الفطور هاكي معروضه يا روحي مرحبا بك مشاهدينا الكرام روحوا عند زاهده تبعت لنا لوماج وتربعت لنا الكليب على ضربه اليوم طموهم كيف طميهم وبعتيهم يلا ونتلاقاو في الطابله دونك لوماج ولو كليب دو جو خيرناه لكم خيرنا لكم ديجا اون بيرسون نحبوها بزاف بزاف كان فارقنا ربي يرحمه من بلاد الشاويه المرحوم كاتشو اللي غنى ثاني في لو تام تاع نهار اليوم دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا دونك اليوم جمعنا لكم لوماج مع لو كليب يلا
مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا اليوم الطابله راهي راهي مبدله. الشيف عادل يعطيك الصحه. الله يسلمك. المكرون اللي درتو عندي سي مكرون ايطاليا فوالا من نوع ايطالي يكون البولي بولي برازيليا مش ايطالي. واسمو هذاك واسمو هذاك اللي تاع البيناتي شكون هذاك الطلياني سقسيتني انا اللي شفت دالبيرو دالبيرو يعني هذا من عائله سلاله دالبيرو يعني بالفيونداشي اللي هو اللحم كفت من سلاله ليزالجيريا اي بيان سور لو بيتي ديجيني درناه اوملات فارسي بالشامبينيون عجبتك شاف اكسبليكي ملاح حافظ الدرس حافظ يعطيك الصحه شاف ميرسي بوكو بلا مزيه الوغ فوالا درنا لو سموتي تاعنا اللي درناه نسيتو شفت كيف هنا ناقص خمسه راح لي راح درنا لو سموتي تاعنا اللي درناه بالفواكه كيما شافوا ودرنا كذلك قلنا الاومليت تاعنا اللي كانت فارسي افيك دي شامبينيون دي زوليف نوا ودرنا بيان سور قلنا دي بولات دو فيوند على الايطاليان اكومباني باللي بات بيني فوالا صحتكم ميرسي بوكو شكرا يعني قعدتي معنا لا غير ضربي معنا ما قعدتيش هكذا خويا هذيك ساعه زايده ميرسي بوكو مشي دايما الكلام هذاكم ساعه ما تجي ما تريبونديليش انا حنكمل ليميسيون خلاص اي خلاص انت هذيكم ساعه انتم كامل راكم تشوفوا فينا لكم لكم تتبعوا في سميره مورنينغ اي بيان سور تتابعونا ثاني في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب دخلوا سميره مورنينغ تلقاو لي زيميسيون تاعنا في يوتيوب باش ضربوا طلع على لي روسات اللي درتهم لنا الشاف ساسوا اللي معنا اليوم ولا اللي شافوا الاخرين كانوا معنا يعطيك الصحه زايده تهلا في روحك يعطيك الصحه خلاص راك قلت كلش عندنا حمصه جي سيدة حر باي باي سميرة تي في